هي ذكي، صباح الخير. نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة، وكل سنة وانت طيبة. وكل سنة وحضراتكم كلكم طيبين. أيام قليلة جدا بتفصلنا عن الشهر الرمضاني العظيم. ربما في موسم رمضاني الجميع بينتظره من فترة طويلة. كانت الدراما الرمضانية يعني إيه، مش حاسين بيها، بعافية شويتين. فجأة كده رمضان بقى عالمي، رمضان بقى فيه كوميديا، لقينا الكبير قوي، ولقينا مكتوب عليا اللي كان زي العسل رمضان اللي فات لو فاكراه، أكرم حسني. لقينا حاجات وطنية، لقينا حاجات تاريخية. فجأة كده لقينا رمضان صحي من النوم بعد ما فترة ثبات عميق. بالتأكيد كلنا يعني بنفتكر المسلسلات الرمضانية اللي شفناها قبل كده، اللي كانت بالنسبة لنا مفضلة. كلنا بنعيش حالة النوستالجيا حتى في المسلسلات الرمضانية، بنفتكر ليالي الحلمية، بنفتكر رأفت الهجان، بنفتكر كل المسلسلات اللي كانت يعني علامة من علامات شهر رمضان الكريم. سؤال النهاردة على صفحة فيسبوك، احكي لنا عن مسلسلك الرمضاني المفضل، ايه هو؟ وايه المسلسل اللي ما زلت شايف ان هو بتتابعه وحاسس ان هو ممكن يعمل حاجة؟ جمانة، انت بالنسبه لك مسلسلك رمضان المفضل كان ايه؟ بص، انا شخصيه بتحب المسلسلات جدا عامه، وخاصه مسلسلات رمضان. يمكن مؤخرا بقيت بتابع، يعني طبعا يعني مش بالكم اللي متعوده عليه، بس لا انا يعني من وانا صغيره بحب مسلسلات رمضان جدا. وافتكر مثلا انه لحد النهارده من المسلسلات اللي بحب اتفرج عليها، كل ما بتيجي مثلا مسلسل لن اعيش في جلباب ابي طبعا، يعني طبعا الفنان الكبير الله يرحمه نور الشريف، ولا ونخبه بقى كبيره جدا من النجوم عبلة كامل يمكن وياسر جلال، ناس كتير قوي. فعلا المسلسل ده من احلى المسلسلات. افتكر تقريبا ده كان 96 تقريبا. 96. وارابيسك، ارابيسك طبعا، مع اني كنت صغيره على فكره، يعني ارابيسك ده كان يعني عندي مثلا حوالي 5 سنين. لا بس فاكراه لحد النهارده وبتفرج عليه لحد النهارده كل مثلا ما بيتم عرضه. الحاج متولي، عائلة الحاج متولي طبعا بتفرج عليه برضو كل ما بيجي. تحب نور الشريف انت؟ انا بحبه جدا طبعا، جدا الحقيقه. لا امراه من زمن الحب، سميره احمد، وكان ساعتها بقى كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز وهم صغيرين، ومحمد رياض، فاكر المسلسل ده برضو؟ الحقيقه يمكن احنا بالنسبه لنا رمضان يعني بجانب طبعا العبادات اللي بنبقى دايما حريصين عليها ولمه العيله والسفره والفطار والسحور والصحاب، لكن دايما رمضان مرتبط معانا بالدراما، بالمسلسلات. بنبقى قاعدين كده في قبل شهر رمضان، بنقعد نبص كده على خريطة المسلسلات، هنتفرج على ايه وهنشوف ايه، حتى البرامج، حتى يمكن مسلسلات الاطفال، بكار، أي يا مكفر، ايه وصغير، بس يعني من احلى الحاجات اللي ممكن نتفرج عليها لحد النهارده. لما بنسمع حتى تترات الحاجات دي كلها بنفتكرها في حد ذاتها. بالظبط، حتى حقيقة. كانت تترات مسلسلات رمضان علامة مختلفة، دايما بتبقى ليها كده طابع خاص وليها بصمة، وبتفضل مكملة معانا على طول. يمكن لو انت كنا قبل هوا عمالين نتكلم على بوابة الحلواني وعلى تتر بوابة الحلواني، حاجات كتير جدا الحقيقة. احنا تاريخنا برضو يعني عندنا إرث كبير جدا 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 من الدراما. لو هنتكلم على رمضان السنة اللي فاتت، فجأة رمضان كده بقى عالمي، صحيح. يمكن كان في كمان مجموعه كبيره جدا. انا كنت بحب اتفرج على جزيره غمام، جميل، كان حلو قوي قوي المسلسل. صوره ده حلوه وروايه حلوه، احمد امين كان عالمي. صوره، قصه، سيناريو، تمثيل، موسيقى، كل حاجه. المسلسل ده فعلا فعلا
من احلى المسلسلات اللي انا اتفرجت عليها. علامه علامه صحيح. الحاله كلها يعني تحس ان كل ممثل كمان طلع احلى ما عنده. ايوه من غير مجهود سبحان الله، يعني تحس انه كله طلع احلى ما عنده فعلا في المسلسل ده. كنت بحب طبعا الاختيار ثلاثه. انا بالنسبه لي انا الاختيار من اول يعني ده السنه اللي فاتت كان 3 سنين. انا بالنسبه لي الاختيار يعني لازم اتفرج عليه، مش لمجرد انه عمل درامي، لكن انا بالنسبه لي ده توثيق لما حدث في مصر في وقت من اهم أصحيح. الاوقات واكثرها دقه. صحيح. وفكره ان احنا كنا موجودين يا مصطفى في الوقت ده وبنتفرج على حاجه تاني طبعا. دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. كنت كمان بحب اتفرج السنه اللي فاتت على ايه، طبعا خالد النبوي راجعين يا هوا، المسلسل ده كمان كان حلو قوي قوي، كان قصه كمان لاسامه انور عكاشه. أيوة. ففعلا المسلسل روح اسامه انور عكاشه موجوده فيه. ده اسامه انور عكاشه حلو، مسلسل هادي وسلس وجميل، مسلسل حلو جدا جدا جدا. كان في حقيقه مسلسلات كتير قوي كنت بحب، كمان فاتن امل حربي. فاتن امل حربي انا قلت لك كل المسلسلات. انت ايه بقى؟ يعني حاسه ان انا ما سبتلكش فرصه. لا والله انا مستمتع بعرضك يعني. لا والله انا كنت يعني اقول لك حاجه من الحاجات الاخرانيه يعني، انا كنت بحب جدا جدا هجمه مرتده، مش فاكر هو كان السنه اللي فاتت ولا قبل اللي فاتت، بس كان من المسلسلات اللي شفت حلقاتها اكتر من مره، لان هو كان موثق بشكل قوي جدا حرب المعلومات، ودي من اهم الحروب اللي مصر كانت بتخوضها. طبعا في الحاجات النوستالجيا بتاعتنا بتاعت شهر رمضان ما يعلاش على اسامه انور عكاشه، ما يعلاش على ليالي الحلميه. طبعا ليالي الحلميه ده بالنسبه لي كان عشق، وانتظرت اجزاء وكنت حاسس بناسه. والحلميه يعني انا من سكان جبل المط، ساعات جدا بمر على الحلميه القديم، بتذكر جدا رائعه اسامه انور عكاشه، وبقول هل الحلميه دي بالفعل كانت زمان يعني جنه من الجنات؟ اصل هي الحاجات المحيطه باسرع بدين. صحيح. هو حي جميل طبعا، وليه شخصيه مستقله كده عن باقي الاحياء المصريه، يعني له حي شعبي وله حي راقي وحي تاريخي، فهو حاله كده، عارفه انت ازاي؟ ولسه في جناين ولسه في قصور. فانا بالنسبه لي اسامه انور عكاشه كان رقم واحد. رأفت الهجان طبعا، ما حدش بقى يتكلم في ده، يعني ده الكينج طبعا. نجم محمود عبد العزيز. لا لا، ومسلسل مش علامه، ما زال يعني جوه قلبنا، جوه قلب كل مصر. تقول له رأفت الهجان، ما اعتقدش ان في مصري ما اتفرجش على رأفت الهجان، يعني انا ده اعتقادي الشخصي، مشكوك في وطنيته. استر بروليسكي طبعا اكيد. والله عارف لما ترجع بالذاكره كده بالمسلسلات، نجم مثلا يحيى الفخراني. ايوه. علامات. طبعا ليه علامات في رمضان، يعني مسلسلات كتير قوي. في حتى بما انك بقى قلت انا بحب النجم الكبير نور الشريف الله يرحمه. في مسلسل اسمه الرجل الاخر. فاكره برضو؟ طبعا. وكان في برضو العطار وسبع بنات، تقريبا العطار وسبع بنات. أيوة. لا في مسلسلات كتير قوي لو قعدنا نفتكر فيها يعني، وانت بتتكلم والله عدى في دماغي مسلسلات كتير قوي. هو نيم جاردن سيتي. طبعا. في حاجات انا مش متذكره قوي كانت في رمضان. أيوة. ولا كانت بره رمضان، مثلا زيزينيا. ايوه. يحيى الفخراني كمان. لا مسلسلات عندنا كم يعني. انا اللي عاجبني ومتوقع كمان يعمل بوم في رمضان الجاي العالمي احمد مكي. طبعا الكبير ده احنا كل ده بنتكلم في اللي فات. ورمضان اللي فات لسه ما اتكلمناش في اللي جاي. ايوه. انت بقى اللي جاي ايه اللي مستني؟ اللي جاي طبعا الكبير البرومو، انا سمعت ان هو نزل اول يوم عمل 2 مليون او 5 مليون مشاهده، ارقام كده يعني عجيبه يعني. كليب الاغنيه ده اللي هو مكي بس نزل الاغنيه كده عنده على الصفحه يعني ده يعني مؤشر ان الناس فعلا مستنيه المسلسل بفارغ الصبر، وان الشخصيات اللي رسمها لنا ببراعه سواء طبازة او فزاع هذه الشخصيات الكاريكاتوريه اللي موجوده فعلا في قريتنا وبنشوفها، الشخصيات الغريبه يعني، هو رسم بشكل كاريكاتوري كل الشخصيات المصريه اللي موجوده في مجتمعنا الريفي بس بشكل ساخر جدا. هو ده يعني روعه مكي، وكل شخصيه حتى مهما كان دورها صغير ومهما كان ظهورها بسيط. أيوة. بس تفتكرها وليها ليها رسمتها، ليها شخصيه، ليها سماتها كده، مع يعني لازم تفتكر مهما كان يعني. اعتقد طبازه كان ظهر في الحلقات مش من الاول، مش من بدايه المسلسل. لا ده طلع كده بس بس لا شوف احنا فاكرينه ازاي، ده هو طلع حلقتين ثلاثه على فكره مش كتير. بالظبط. وبعد كده طلع في الموسم الثاني كان واخد دور اكبر، بس هو كان طبعا العلامه الاولانيه كان في عموما الكبير ما حدش يقدر ينساه وكلنا مستنينه، وحلقاته مع مراته الجديدة دي مش عارف كان اسمها ايه اللي كانت بتكهربه دي، مربوحة دي مصر كلها ماتت من الضحك في الحلقات دي. يعني الحلقات دي مش ممكن
كان عامل حاله ميكي، عامل حاله بصراحه الله اكبر عليك يا ميكي، الله اكبر عليك يعني، لا ربنا يحميه يعني. عامه احنا عندنا 33 مسلسل في رمضان يعني كلهم لنجوم كبار جدا. اعتقد المباراه هتكون يعني حاميه جدا وصعبه جدا هنشوف وهنتكلم مع بعض ومع حضراتكم على المسلسلات، مسلسلات رمضان 2023 مع بعض خلال الحلقه. لكن بشكل عام انتوا احكوا لنا عن مسلسلكم الرمضاني المفضل، ايه المسلسل اللي انتوا مستنيين تشوفوه او المتوقعين انه هيكون من افضل المسلسلات في رمضان 2023؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر. نصبح عليكم مره ثانيه، وخلينا نصبح برضو على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا جمانه، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. قبل ما تقول لنا بقى على الطقس يا لمياء، قولي لنا ايه اخبار المسلسلات معاكي، تحديدا مسلسلات رمضان القديم ولا الجديد؟ يعني ممكن تقولي القديم والجديد. انا زمان صحيح كنا صغيرين، بس كنت بحب قوي مسلسل حديث الصباح والمساء، كنت طبعا بحبه جدا. الدراما بتاعته والحبكه الدراميه بتاعته كانت بالنسبه لنا جديده جدا، وكنت كمان بحب بوابه الحلواني وكان في مسلسلات بقى بعد كده، رأفت الهجان ويوميات ونيس والحاج متولي، الحاجات القديمه دي طول الوقت لحد النهارده بنتفرج عليها وبتحقق مشاهدات عاليه قوي. المسلسلات في او الدراما في الكام سنه الاخيره دي كانت مبهرة جدا، وخصوصا زي مسلسل الاختيار مثلا، هو زي ما انتي قلتي من شوية جمانة انه بيوثق الفترة اللي احنا عشنا فيها، معلومات وحاجات عرفناها ما كانش يعني في مساحة ان احنا نعرفها، عرفناها بتفاصيلها. وبالمناسبة عايزة اقولك على حاجة، ان اول جزء للاختيار احمد المنسي اللي كان بيوثق حياته، انا ابني كان صغير قوي وكان بيقعد يتفرج زي ما انا بتفرج بالظبط، ما كانش يعني مش عارف ينطق احمد منسي، فكان بيقول احمد انسي وكان مظل معاه الموضوع ده، متاثر بيه جدا لدرجه انه صمم ان انا اروح ازور احمد منسي. ورحنا قرينا الفاتحه، ومن كتر وكان اخوه جايب العربيه بتاعت احمد منسي، ويوسف يحط ايده على الصوره بتاعته اللي متعلقه ورا في العربيه، فالراجل فتح لنا باب المدفن وقرينا الفاتحه جوه، كان مبسوط جدا كانه يعني شايفه قدامه فعلا، بيقول للصوره قوم اتكلم معايا انا يوسف، بيقول له كده. يعني لا، كان الحاجات الدراما دي بتاثر في اولادنا، وعايز يبقى ضابط جيش، وعايز يحارب، وعايز يدافع عن مصر، وبيقول كلام اكبر من سنه كتير ومن استيعابه كمان. هو ده تاثير الدراما. خلي بالك حديث الصباح والمساء كمان كان كل الجيل اللي طالع دلوقتي كان هو اللي فيه، كان كريم عبد العزيز افتكر، كان مين تاني؟ لا ما كانش فيه، كان كريم عبد العزيز، كان في خالد النبوي، كان في منى شلبي، وكان في احمد فيشاوي غالبا. تنوع كمان في الدراما دلوقتي الكوميديه، وفي زي نيلي كريم اللي بتثير القضايا الخاصه بالمراه بشكل مختلف، والكبير قوي طبعا لازم نتفرج عليه واحنا بنفطر ده عشان نضحك شويه. لا في حاجات كتيره قوي مستنيه اتفرج عليها، والامام الشافعي كمان السيره بتاعته والتحول اللي في حياته والمراحل الصعبه اللي مر بيها من وهو صغير لحد ما يعني رحل عن عالمنا ان شاء الله. بصبح عليكم مشاهدينا، بصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي كمان نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض الطرق على فترات متقطعة. كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق مؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفي كمان فرص لأمطار خفيفة غربا، ودرجة الحرارة في القاهرة 33 النهاردة، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 38، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 21 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. قعدتنا في صباح الخير يا مصر دايما بيكون عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن دايما بنبدأ معاكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها تهنئة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب وحكومة نيجيريا على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية. أيضا الحكومة نفت الشائعة اللي ترددت على السوشيال ميديا حول تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية. صحيح، وأيضا امبارح هيئة الرقابة المالية أصدرت عدد من القرارات لتحسين بيئة الأعمال ولمساعدة الشركات على تطوير أعمالها. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير.
في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بأخلص التهاني للشعب وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، واللي بتمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة. كمان تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة قلبية لأخيه بولا أحمد تينيوبو الرئيس المنتخب لجمهورية نيجيريا، متمنياً له التوفيق والشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار، ومتطلعاً لمواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة. امبارح كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من منشور من حسابات شخصية بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية، نفت رئاسة مجلس الوزراء تلك الأنباء مؤكدة الاهتمام والتفاعل المستمر مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح إن المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن، ولم يتضمن ذكر أي بيانات بتخص المصنع أو صاحبه أو ماهية إنتاجه، مناشداً المواطنين توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موثقة هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر. امبارح استحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد القيد بجداول البورصة تسمح لاختصار الوقت اللازم لزيادة رأس مال الشركات المقيدة، وسمحت التعديلات كذلك للجمعية العمومية للشركات بتفويض مجلس الإدارة لإتمام ومتابعة زيادة رأس مال الشركة، وده وفق برنامج زمني وعلى شرائح وبحد أقصى مثل رأس المال المصدر. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، كان منها تدشين 6 شركات ناشئة في مجال الزراعة بالتعاون مع منظمة الفاو، وده في محافظة الوادي الجديد. وكان في افتتاح معرض أهلا رمضان في كفر الزيات بمحافظة الغربية. كمان كان في محافظات مصر إطلاق قافلة متكاملة لقرية المعصرة في ملاوي بالمنيا، وتنفيذ برنامج المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمراكز شباب جنوب سيناء، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الوادي الجديد اللي تم فيها تدشين 6 شركات ناشئة جديدة في إطار مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية المنفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو، واللي بيهدف لاستدامة النظام البيئي الزراعي وتعظيم الاستفادة من المقاومات البيئية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية. في الغربية تم افتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة كفر الزيات، واللي بيوفر السلع بأسعار مخفضة، وبكده بيوصل عدد معارض أهلاً رمضان 15 معرض داخل كافة المدن والأحياء بالمحافظة. في قنا تم افتتاح محطة رفع صرف صحي رقم 1 ضمن مشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة نقادة بتكلفة 275 مليون جنيه، والممول من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في إطار الاحتفال بعيد قنا القومي. المشروع بيخدم مدينة نقادة والقرى التابعة ليها، والبلغ عدد سكانها 184 ألف نسمة. في المنوفية قام المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بتوفير 40 فرصة عمل بنطاق المحافظة خلال شهر فبراير الماضي، وده من خلال تنفيذ 21 مشروع بتمويل أكثر من 6,836,000 جنيه. في أسوان هيتم النهاردة افتتاح الدورة 7 من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، واللي بيقام خلال الفترة من 5 وحتى 10 مارس الجاري بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان. في جنوب سيناء نفذت مراكز الشباب على مستوى المحافظة المشروع القومي للموهبة من أجل اكتشاف المهارات والمواهب الموجودة لدى شباب وفتيات جنوب سيناء، بجانب تنفيذ عدة برامج داخل مراكز الشباب لتنمية مهارات النشأ. في جامعة المنيا تم تنظيم قافلة بيئية متكاملة لقرية المعصرة بمركز ملاوي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وشملت تقديم خدمات طبية وتوعوية وبيطرية، وده في إطار مشاركة جامعة المنيا في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى مصر. في شمال سيناء استقبل مستشفى بئر العبد التخصصي 20 طبيب من 4 جامعات هي الأزهر، القاهرة، المنصورة والزقازيق لتقديم الخدمة العلاجية والعمليات الجراحية بالمجان لأهالي شمال سيناء. مرة تانية رجعنا لكم سؤالنا على صفحتنا على فيسبوك، ايه هو مسلسلك الرمضاني المفضل؟ اجابات كتير جدا من حضراتكم، ابهرتونا بالكم النوستالجيا العظيم. فكرتونا بحاجات حلوه قوي قوي قوي، وحتى في ناس كاتبه حاجات جديده، لكن الحاله نفسها حلوه على الصفحه. التوب فان بتاع الصفحه
حسين فراج بيقول ألف ليلة وليلة، فوزير شريهان، فوزير سمير غانم الله يرحمه، وفوزير نيلي طبعا. هو جاب الخلاصه. في كمان علاء هارون بيقول مسلسل نور الشريف الحاج متولي، محمد رمضان حبيشه، بس هو ده ما كانش اسم المسلسل، انا مش متذكره اسم المسلسل، لكن ده كان مسلسل كان غالبا اسمه ابن حلال تقريبا يعني، وده قديم شويه المسلسل ده. طبعا الاختيار مسلسل حق ميت، كلهم كانوا حلوين في رمضان، كل سنه وانتم طيبين واسره البرنامج طيبه وبخير، كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ علاء. باسم محمد صباح الخير عليكم، احلى المسلسلات مسلسل الاختيار والكبير قوي طبعا، يعني انت جبت اتنين من افضل الحاجات. في كمان دعاء امير بتقول صباح السكر والعسل، صباح الخير عليك يا دعاء. بتقول مسلسل وطني طبعا الاختيار، بشوفه كتير كتير وبحبه جدا، ومسلسل كوميدي الكبير قوي، مسلسل تراجيدي طبعا حديث الصباح والمساء جميل وبتصبح علينا مره تانية. وكانت بتقول بتمنى اسمع اسمي وانت عايزه تسمع اسمها في الاول عشان تنزل الشغل، اتمنى ان انت تكوني لحقتي تسمعي اسمك. طب فول يا دعاء، طب فول. ام ايمان يوسف يعني بتشارك دعاء الحاله، صباح الخير على احلى برنامج، بتابعكم من 30 سنه، شرف لينا والله، انا بعرف اخبار الدنيا منكم، مسلسلي المفضل هو حديث الصباح والمساء. الله، انت ولام يا اصحاب ولا ايه؟ ولام مين؟ لمي، ايوه صح تنسيها ليه؟ لا مش قصدي، بس انا افتكرت قصدك على استاذه دعاء. اسفين جدا يا لمي والله. طبعا في محمود الديب بيصبح على اسره البرنامج وعلى مصر كلها، صباح الخير على حضرتك. بيقول احسن مسلسل بالنسبه لي هو الاختيار، بعد كده الكبير قوي بكل اجزائه في المركز الثاني. ده حقيقي. سلوى بهنسي وهي توب فان، اهلا بك يا استاذه سلوى، صباح الخير عليكم، اهلا بيكي. ليالي الحلميه، الشهد والدموع، المال والبنون، انت بتقولي ذكريات عظيمه على فكره. طبعا ليهم ذكريات معايا انا واولادي وغيرهم، مسلسلات جميله كتير شفناها في رمضان، كل سنه وانتم طيبين. شكرا لك يا استاذ سلوى، تعليق عظيم. في كمان حسن علي بيقول صباح الورد عليكم وعلى كل شعب مصر العظيم، كل سنه وانتم طيبين. بيقول طبعا الكبير ملوش منافس، السنه دي ان شاء الله كمان خالد النبوي ويعمل حاجه عظيمه، اسمه الامام الشافعي، منتظره بشغف ان شاء الله. محمد حسين بيقول انا بحب مسلسل كوفيد 25 او كوفيد 25 ومسلسل الكبير الجزء السادس. واضح اتفاق عالمي على الكبير يعني، انا شايف طبعا كوفيد ده كان غالبا بتاع يوسف الشريف، كان بتاع يوسف الشريف. كان مسلسل برضو مختلف على فكره المسلسل ده، صحيح. في مصطفى عماره بيقول يا ريت الاختيار جزء اخر، وكنت احب شويكار وفؤاد المهندس وفوزير الاطفال، كل سنه وانتم طيبين، جنوب سيناء تتحدث. صباح الخير عليك وصباح الخير على كل اهالينا في جنوب سيناء. نسمة رفعت صباح الخير والسعادة، هذا السؤال لا يتسع المجال للإجابة عليه، والله عندك حق. ما أكثر الأعمال الدرامية الجميلة المؤثرة مثل ليالي الحلمية، الاختيار، الكبير، حكاية ميزو، إلخ 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 وقلوب حمر. فاكر حكاية ميزو كمان، ده كان طبعا فنان راح يعني سمير غانم طبعا. في كمان ماما حنان قول صباح الخير عليكم جميعا، كل سنه وانتم طيبين وبخير، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. رمضان زمان كان غير دلوقتي، كل حاجه كان كل حاجه ليها طعم، وكانت بتحب الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله عليه وفوزير شريهان مسلسل بكار، وكمان الناس الحلوه اللي كانت موجوده. نرمين هاشم وهي توب فان عندنا على الصفحه، بتقول على مسلسلات رمضان عندي كتير زي الاختيار بجميع اجزائه، المداح، مكتوب عليا، نيلي وشريهان، الكبير بجميع اجزائه، انما السنه دي حاسمع المداح والكبير، وفي الكرتون حاسمع بكار وعالم سمسم. وبحب الكرتون، ان الكرتون يعني يسترجع ذكرياتنا. صحيح بكار الناس اللي بتحس ان هي مرتبطه بيه كده يعني، شخصيه عظيمه. شخصيه والله بجد مش بهزر، جزء من تكوين الاطفال لغايه دلوقتي دي يعني. حقيقه. مسك رمضان تقول صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها، احب افكركم انه المسلسل الرمضاني المفضل هو الاختيار، لانه بيعرفنا طريق الصح. واضح ان يعني حتى الان الاختيار والكبير صحيح. ده دي الحاجات اللي يعني الجديده. تعالي بقى شوفي هويدا مندور، وهي اللي جاوبت ربما على سؤالنا، نحن بنتكلم على المسلسلات الرمضانيه المفضله القديمه. صباح الخير عليكم، صباح الفل عليكم جميعا، اعشق مسلسل رأفت الهجان، ليالي الحلميه، المال والبنون،
الشهد والدموع فوازير نيلي. طبعا انت جبتي حاجه من الحاجات اللي شكرا لك يا استاذه هويده. هو ده التعليق اللي احنا عايزينه، احنا بنتكلم على الحاجات القديمه. وطبعا شكرا لكل التعليقات. تخيل بقى ان كل يعني كل مسلسل من المسلسلات اللي قالتها استاذه هويده احنا وانت بتقولها انا بسمع التتر بتاعها في ودني. والله بسمع الموسيقى فعلا بتاعتها يعني بتعدي كده وانت بتقول اساميها. طبعا في استاذ هشام مسعود بيقول صباح الخير على كل اسره البرنامج. لا كلنا بقى يعني اسره البرنامج، مذيعين فنيين اعداد وكل من يقوم بالعمل الجيد، صباح الخير على حضرتك. بيقول احلى مسلسل بالنسبه لي ليالي الحلميه. الله عليك، انا متفق معاك جدا جدا. الحلميه العظيمه. نسمة محمد صباح الخير عليكم. بحس ان مسلسلات زمان هي اللي كانت بتعمل جو رمضان، هي اللي بتحسسنا برايح رمضان، هي اللي يعني بتخلي العيلة متجمعة. أقرب المسلسلات لقلبي في الفترة دي مسلسل رمضان كريم. كان لطيف المسلسل ده طبعا. ريهام الزلكي بتقول بكار، زازا وجرجير ده كرتون. سعيد العمدة صباح الخير عليكم، رمضان بيفكرنا بذكريات جميلة وأصول وعادات مش هتتعوض. من أجمل المسلسلات مسلسل ذئاب الجبل، مسلسل أرابيسك، ليالي الحلمية، وطبعا عائلة شلس. ولكن المسلسلات الحديثة للأسف ما فيش وقت نتفرج عليها. شكرا لك أستاذ سعيد وتعليقك الجميل. في جابر أحمد والكبير. مجدي أمين صباح الخير على أجمل الناس، بصراحة من أجمل المسلسلات مسلسل لعبة نيوتن. كنت لسه بتقولي عليه. لسه بتكلم معاك عليه. المسلسل ده أنا بحبه يعني. كان منى زكي، تايسون، محمد فراج كانوا عاملين حالة كده في المسلسل حلوة قوي. المسلسل ده كان حلو جدا. ده حقيقي. في كمان مجدي أمين. أنت قلت مجدي أمين. في سمر حماد بتقول صباح الخير عليكم. صباح الخير عليك يا سمر. هو مسلسل هو كرتون بكار ورشيدة، وقبلهم برنامج الشيخ الشعراوي، بتحسسنا بالزمن الجميل واللمة اللي احنا بنفتقدها حاليا. كل سنة وانتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك. كل سنة وانت طيب. نشأة عياد وهو توب فان صباح الخير عليكم، أحلى ما في رمضان زمان كلنا كنا بنفطر ونسمع فوازير ألف ليلة وليلة ونيلي والسيرة الهلالية والكاميرا الخفية وبوجي وطمطم. أحسنت يا أستاذ نشأة. الكاميرا الخفية دي كانت بتاعت زمان، هي دي طعم تاني خالص يعني. لو رجعتوا اتفرجتوا عليها وانتوا قاعدين كده فاضيين ورجعوا لشويه حلقات قديمه من الكاميرا الخفيه بتاعت زمان لحد النهارده فعلا تضحك وهاديه ولطيفه. ويعني انا بالنسبه لي فعلا لما حتى بتعدي قدامي اي حلقه منها لحد النهارده بتضحكني، حتى لو كنت شايفاها يعني. صحيح. بتضحكني مره واثنين وثلاثه. جربوا كده تبصوا عليهم صدقوني هتتبسطوا. على اي حال يعني دي بعض مشاركات حضراتكم على سؤال الحلقه. لسه مستنيين مشاركات اكتر ومسلسلات اكتر، لكن دلوقتي هنروح لفاصل بعدين نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. دلوقتي تعالوا نشوف أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فتستضيف جامعة القاهرة ندوة بعنوان الوسطية والخطاب الديني بين الثابت والمتغير، وده بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر. بتتناول الندوة العديد من الجوانب المتعلقة بالخطاب الديني، منها مفهوم الوسطية ومفهوم الخطاب الديني الصحيح ومواجهة الأفكار والمفاهيم غير السوية. النهاردة هتختتم منافسات البطولة الإفريقية للرماية على الأطباق المروحية اللي بتستضيفها مصر، ونجحت مصر خلال الفترة الأخيرة في استضافة عدد من بطولات الرماية، آخرها البطولة العربية وبطولة كأس العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة، هيلتقي أفرتون مع نوتنغهام فورست الساعة 4 العصر. والساعة 6:30 كلاسيكو الكرة الإنجليزية اللي بيجمع ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.
بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض الطرق على فترات متقطعة. كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة غرباً على السواحل الموجودة الشمالية. دلوقتي خلونا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 33 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 33-14، اسكندرية 23-14، العلمين الجديدة 23-14، كمان مطروح 21-12، دمياط 32-15، بورسعيد 33-15، الإسماعيلية 34-13، السويس العظمى فيها 31 والصغرى 13، العريش 35-14، كاترين 27-6، طابة 32-15، حلايب 29-17، شلاتين 31-18، شرم الشيخ 34-17، الغردقة 33-16، الفيوم العظمى فيها 36 والصغرى 14، بني سويف 36-14، الوادي الجديد 38-13، أسيوط 36-14، سوهاج 36-14، قنا 37-15، الأقصر 37-16، وأخيرا أسوان العظمى فيها 37 والصغرى 16. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، وكمان أخبار الطقس النهاردة. ناخد بالنا أن في رياح مثيرة للرمال والأتربة ممكن تعيق الرؤية الأفقية على بعض الطرق المختلفة سواء الساحلية أو الصحراوية أو غيرها. ناخد بالنا ونلتزم بالتعليمات المرورية. كمان مرضى الحساسية أو الجيوب الأنفية لو خرجوا يلبسوا كمامات حفاظا على صحتهم. مرة تانية رجع المصطفى وجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا. نشكرك يا رامي، شكراً جزيلاً. تاني نروح دلوقتي مع حضراتكم لمبادرة، الحقيقة مبادرة يعني لطيفة جداً ومهمة. مبادرة هي مبادرة رسم مصر، هي مبادرة شبابية بتعيد وصف مصر بالرسم في رحلة أسبوعية. رحلة دي زارت مئات المعالم في القاهرة التاريخية. مصطفى، مبادرة دي هدفها إنها تحكي عن تاريخ مصر بالفرشة وبالألوان، إنها تسرد التاريخ الموازي من الحكاوي المرتبطة بأسماء الحارات المصرية، بأسماء الحرف المصرية العظيمة، بالأمثال الشعبية اللي ما زالت موجودة في الذاكرة المصرية حتى الآن. مبادرة شبابية مجتمعية مختصة بالحفاظ على التراث. تحت مظلتها في مشروع خاص بتنظيف الآثار المصرية، ده بالتعاون رسميا مع وزارة السياحة والآثار. الحمد لله احنا حتى الآن تحت مظلة المبادرة عاملين 6 آثار، من ضمنهم الآثر اللي احنا قدامنا دلوقتي القبة بتاعت قبة يونس الدوادار. القبة ديت قبة مملوكية عمرها أكثر من 640 سنة، للأسف فيها زبالة أو رديم وما إلى ذلك، فإحنا بندخل المكان بننظفه من أي شوائب أو أي قمامة أو أي رديم، وبنطلع الكلام ده وبعد كده بنسلمه للوزارة يكون الأثر نظيف، وبالتالي الوزارة بعد كده كما يترى لها بيدخل ترميم أو بيدخل إعادة استخدام على حسب. أنا كده بدرس الطلاب منظور حر، والمادة دي بيبقى فيها إزاي يتعلموا يرسموا مناظير، وبيبقى من الطبيعة شيء مفضل جدا وحلو، فلقيت إنه المبادرة بتتفق تماما مع اللي إحنا بنعمله، فده بالنسبة لهم حلو جدا، لأنه أول حاجة بيعلم إيه هي القيمة الجمالية اللي موجودة في التراث، وده بيعزز الانتماء جدا، لانه لما بيعرفوا جماليات الحاجه بيبتدوا هم نفسهم يحافظوا عليها، بيبتدوا يعتزوا بالتراث بتاعهم وباثرهم. يعني بنحاول ندون ونسجل الاثار والحاجات الحلوه اللي في القاهره وفي الجمهوريه، ومهتمين جدا بالاثار وازاي نقدر نرممها وازاي نقدر نخليها مزار سياحي، لان احنا عندنا يعني كم من الاثار مهول وجميل جدا، وممكن ان احنا لو اتحط بصوره تسويقيه مظبوطه للسياح نقدر نشدهم في مجالات كتير قوي. ده
واحد من أكثر عناصر الجذب لمنطقة سقارة الأثرية هو متحف إيم حطب. إيم حطب لو ما تعرفوش هو كان من أهم المهندسين في الأسرة القديمة أو الدولة القديمة، وهو أيضا المهندس اللي بنى هرم زوسر، وبيتقال عليه أنه أيضا كان من أهم الأطباء في العصر، واحد من أهم الناس اللي عملت أول بناء حجري عرفوا التاريخ القديم حتى الآن. المتحف ده بيخضع حاليا لعملية تطوير شاملة استعدادا لافتتاحه الفترة القادمة. خلينا نروح نتعرف على المتحف وتطويره من دكتور ممدوح فاروق مدير المتحف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على كل اعزائنا المشاهدين، استاذ مصطفى استاذ شومان اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب في البدايه كده لو تقول لنا وتقول للساده المشاهدين مين المهندس إيم حطب، تكلمنا اكتر عنه، تكلمنا عن المتحف، تكلمنا اكتر عن اقسام المتحف كمان. تمام يا فندم. المهندس إيم حطب كتير جدا ما يعرفش قيمة المهندس إيم حطب، هو أول مهندس معماري في التاريخ أنه يحول البناء من بناء طوب لبن إلى بناء حجري. صحيح. وهو اللي عمل ثورة معمارية مهمة جدا في الأسرة الثالثة. كان في البداية كان معظم المقابر والمعابد بتعمل من طوب اللبن والأحجار بتستخدم بشكل جزئي، إنما هو قرر أنه هو يعمل مجموعة هرمية. المهندس إيم حطب ما كانش مهندس وبس، ده كان طبيب وفلكي في نفس الوقت. صحيح. لدرجة إن هو بعد وفاته بألف سنة تم تقديسه في العصور اللاحقة. تخيل حضرتك واحد مات بعد ألف سنة يتم تقديسه وتحول من بشر إلى نصف إله ثم إلى إله كامل، اتعمل مقاصير ليه في المعابد. فإيم حطب معناها الذي يأتي في سلام. هو والده كانفر مهندس كبير جدا على فكرة، مهندس معماري، يعني هو من سلالة من نسل عيلة معمارية. هو اللي عمل مقبره للملك خاعصيخنوي ابو الملك زوسر في منطقه ابيدوس، علشان كده هو ورث المهنه ديت من ابوه اللي هو كانفر. والفكره كلها ان هو كان من افراد الشعب، لكن وصل لمصاف كبير في الدوله اللي هو ايه إيم حطب. ده طبعا اسم المتحف على اسمه تكريسا وتخليدا لذكراه. والمتحف اصلا كان فكرته للمهندس جان فيليب لوير، المهندس الفرنسي ده قعد 75 سنة في مصر. وهو كان بيحب مصر جدا لدرجة ان هو وصى ان هو يدفن في مصر. المهندس ده مات سنة 2001، كان ليه حلم يعمل متحف يضم كنوز سقارة، لكن للأسف توفي واستكمل المشروع وقتها المجلس على الآثار فقعد الدكتور زاهي حواس، وتم افتتاحه سنة 2006 وسمي المتحف باسم متحف إيم حطب. احنا كلنا نعرف ان يعني لما نتكلم عن الاهرامات بنتكلم عن خوفو وخفرع ومنقرع عجائب الدنيا السبع الاهرامات الثلاثه، ولكن ما نعرفش الشكل الاول للاهرامات اللي هو موجود على مقربه منها في منطقه سقاره، هرم زوسر المدرج. الفرق ما بين الاثنين كم سنه؟ الفروق الهندسيه عامله ازاي؟ المتحف ده هيحكي قصه خوفو من بعد كده، ولا يعني هيسلمنا لما نخلص المتحف لقصه خوف، ولا هو بيحكي بس قصه الهرم المدرج؟ سؤال جميل جدا، كتير جدا من الناس حابه تعرفه ايه الفرق بين هرم زوسر وهرم خوفو، لان هرم خوفو طبعا كلنا عارفين ان هو علامه مميزه في الحضاره المصريه، لكن احنا بنتكلم على ان هرم زوسر تقريبا بيرجع عمره ل 2650 سنه قبل الميلاد. تمام؟ اما هرم زوسر، هرم خوفو بيرجع تقريبا 2550 قبل الميلاد، يعني احنا ممكن بنتكلم على حوالي 100 وشويه سنه الفرق بينهم. لكن لما يجي نتكلم على الفرق في الناحيه المعماريه هنقول ان هرم خوفو كان قبليه هرمين اللي هم هرمين سنفرو في دهشور للملك سنفرو ابو الملك خوفو، وقبليه الملك زوسر اللي هو إيم حطب. طيب ايه الفكره بين الفرق بين الاهرامات ديت؟ الاهرامات عباره عن مكان للدفن، مكان للدفن بيتكون من مستويين، مستوى علوي ومستوى سفلي. الدفن بيتم تحت الارض، يعني تخيل حضرتك ان هرم زوسر في بيرين موجودين، في بير 27 متر عمقه منحوت الصخر، والبير الثاني 32 متر، وسراديب وممرات تحت الارض توصل ل 6 كيلو متر. يعني حضرتك بتتكلم على نحت مش بنى تحت الارض. الجزء العلوي 6 مصاطب هو يمثل التل الازلي، هو الارض الازليه اللي كان الكون نشا عليها، يبقى في الطقوس بتتم فوق والدفن بيتم تحت. طبعا تحول فيما بعد الى هرم كامل، يعني من هرم مدرج 6 مصاطب الى هرم منبعج في ملك سنفرو،
ثم هرم كامل، واول هرم كامل تقريبا هو هرم الملك سنفر الشمالي الاحمر اللي هو في دهشور مش خوفه. فده كان اول فكره هرم كومبليت بيراميد شكل هرمي كامل. اما الملك خوفو بقى المهندس حمق يولو مهندس الملك خوفو خد بقى الافكار وتطورت وتحول الهرم من 6 مصاطب الى هرم كامل يضم حجرات سريه كثيره جدا جدا، لكن ده اسمه تطور معماري نظرا للتطور العقائدي الفلسفي. فكل فتره بيحصل تطور في العقيده، الفن المعماري او الشكل المعماري بيتغير مع مرور الوقت. طيب دكتور ممدوح، يعني واحنا بنتكلم عن المهندس ام حطب ويمكن حضرتك تحدثت عنه باستفاضه وبشكرك طبعا على كل هذه المعلومات، لكن خلينا نتكلم عن المتحف بقى. يعني كلمنا اكتر عن المتحف، اقسام المتحف، ايه الاثار الموجوده فيه او ايه ابرز القطع الموجوده فيه، هيضيف ايه هذا المتحف؟ بص يا فندم، متحف ام حطب متحف نادر جدا، اسمه متحف نوعي، بيضم اثار فقاره فقط لا غير. عندنا بقى عندنا ست قاعات، المبنى نفسه ده غير الملحقات الخدميه، يعني عندنا قاعه تهيئه مرئيه، قاعه سينما بتعرض افلام لاكتشافات سقاره، دي قاعه عامله وفيها ماكت كده لمجموعه هرم زوفر، قاعه خارج المبنى، وجوه المبنى في 6 قاعات عندنا مكتبه جان فيليب لوير، المكتبه بتاعته فيها بقى معروض ايه؟ فيها الترابيزه بتاعته، الكرسي بتاعه، الاباجوره، صوره جوازه. هو كان مهندس اصلا معماري وتحول من مهندس معماري الى عالم اثار، فهو محتفظين بحاجته، وعندنا دوريات ومكتبه جميله جدا جدا احنا ناويين نفعلها وتبقى للباحثين، مكتبه جان فيليب لوير. القاعه الاولى هي قاعه الملك زوفر اللي هي عليها القاب ام حطب، ودي قاعده نادره عمرها ما حصلت ان في مهندس او فرد اتكتب اسمه على قاعده اثريه او تمثال اثري، ده بسبب حب الملك لام حطب. عندنا بقى جوه قاعه العماره نماذج معماريه، جدار الفيانس ده نموذج منه تحت الارض في هرم زوفر، عندنا استراكه اثبتت حجر عليها رسم هندسه بلان سكتش بلان معماري، تمثال لام حطب موجود. عندنا كمان اقدم موميا ملكيه في التاريخ، ملك مري انرا، ده اقدم نوع تحنيط، الملك مري انرا في الاسره السادسه، يعني اقدم من مومياوات الملوك بتوع الدول الحديثه تقريبا 900 سنه. فدي موميا نادره عندنا موجوده في المتحف، عندنا اقدم ادوات جراحيه طبيه في التاريخ. عندنا جبنه قريش متحنطه، ودي بقى الجميل ان في طعام متحنط ودوم كمان، يعني جبنه قريش ودوم متحنط في قلب المتحف. تمام؟ أيوه. عندنا مجموعه جميله جدا، احشاء الملك بيبي، عندنا تمثال ابو الهول، تمام؟ عندنا لوحه اسمها لوحه المجاعه موجوده بتحكي قصه لبعد الملك اوناس. عندنا تماثيل خشبيه، منحوتات خشبيه جميله جدا، عندنا تماثيل برونزيه، دي 6 قاعات، كل قاعه بتضم مجموعه معينه، مقابر سقاره، طرق سقاره، قاعه البعثات. يعني ده ملخص للايه؟ لتكوين المتحف من الداخل. المتحف يعني هيبدا يستقبل امتى جمهوري، يعلن عن نفسه بشكل قوي، يبقى فيه فعاليات؟ يعني احنا عندنا المتحف المصري الكبير كلنا بننتظر افتتاحه هذا العام، مع وجود المتحف ده ازاي هيتكاملوا برضه مع بعض وهم يعني قريبين نسبيا في الطرق وكده؟ بص يا فندم، المتحف حاليا في المراحل الاخيره من تطويره، يعني احنا ممكن نتكلم بعد العيد ان شاء الله، بعد العيد الصغير نتكلم، لكن دلوقتي حاليا احنا لسه في المراحل الاخيره للشركه المنوطه بتطوير المشروع، لكن مش هتقدر نتكلم في اي تفاصيل الافتتاح امتى، ممكن ان شاء الله في الصيف القادم يتم افتتاحه، وان شاء الله بنوعد الساده المشاهدين ان احنا محضرين مفاجاه، احنا ما بنتكلمش خالص على المتحف ام حطب، هو متحف طبعا متحف صغير مش هيجي طبعا بحجم متحف المصري الكبير طبعا. لكن القيمه بتاعت متحف ام حطب قيمه جميله جدا جدا، لانه تراث ثقافي انساني جميل جدا على فكره، وفي قطع نادره مش موجوده في اي متحف تاني. فعشان كده احنا بنجهز لحاجه احتفاليه ان شاء الله باذن الله، يعني خليها مفاجاه، دي حاجه كويسه، بتعاون طبعا وزاره السياحه والاثار، مشكور مدفع الاثار، بنحاول نعمل حاجه مميزه حتى لو بسيطه، لكن ان شاء الله توصل للناس ويبقى مركز ثقافي خدمي لمنطقه سقاره، واحنا بنعمل انشطه كمان حوالين المجموعه، يعني منطقه منف، يعني مثلا بنعمل انشطه ثقافيه لاطفال ابو صير ودهشور ومترهينه، تمام، وكل المكان المحيط، يعني مكان خدمي ثقافي
ان شاء الله يبقى مهم جدا بالنسبه لمنطقه سقار. طب افهم من كلام حضرتك يا فندم انه كده التطوير ما كانش في المتحف فقط لكن كمان في الحديقه الملحقه بيه، مظبوط؟ بالضبط يا فندم. لا التطوير في كل حته في المتحف، في المبنى وملحقاته والمحيطه بيه. يعني عندنا حديقه كبيره جدا، باركنج كبير، عندنا ملحقات مباني خدميه موجوده جنبه، كل ده تم تطويره بالكامل من ارضيات لبص يا فندم بنيه تحتيه كامله تم تغييرها. وتأهيله لذوي الهمم وكل النقاط دي كمان تم مراعاتها، مظبوط؟ بالظبط بالظبط، كل المقاييس والمعايير، لان المتحف اتعمل زمان يا فندم ما كانش بمفهوم المتحف. يعني في 2006 لما اتعمل ما كانش مفهوم متحف، عباره عن ركن للزائرين. انما تم تطوير فيما بعد ليصبح متحف كامل المعايير والمقاييس، يستقبل الزوار بشكل كويس. طيب يعني حضرتك ذكرت سريعا ان نقيم حطب لم يكن فقط مهندسا معماريا ولكنه كان طبيبا وكان رائدا في علم الطب وايضا كان فلكيا. سريعا كده نقاط او ملامح من انجازاته في عالم الطب، واحنا بنتكلم على الدوله القديمه، وايضا انجازاته في علم الفلك. بص يا فندم، هو إم حاطب ما اتشهرش بالطب غير بعد ما مات ب1000 سنه تقريبا. تمام، اتعمل له مقاصير واتعمل له قصص وروايات ان هو كان بيشفي المرضى. يعني ايه اشفاء المرضى؟ اتعمل له حاجه اسمها زي قصص واساطير، ان هو يتعمل مقصوره لو حد مريض، لدرجه ان في واحد في العصر اليوناني، كان والدته عندها حمى شوكيه، وجت المعبد ونامت في المعبد لتاني يوم، وده اسمه النوم الاستشفائي. النوم ده هي بيبات في المكان وبيحلم برؤيه معينه، ممكن المعبود او الاله ويجي له، وبعد كده بيقوم بيبقى كويس وسليم. فانه الطب عند ام حطب ما كانش لقينا وصفات قالها، لكن لقينا بعض الحاجات اللي كتبت على تماثيل، زي سكب الماء 4 مرات، ودي كان طقسة بيأديها بعض الكهنه تقربا لام حطب. تمام، لكن وصفات طبيه او حاجات دي ما وصلناش، حاجات عملها. صحيح. لكن صحيح، هما دايما الفراعنه بيبهرونا طبعا باعمالهم. وايمن حطب طبعا ربما يختلط الامر مع ايمن حطب. ايمن حطب كان ملك ولكن ده كان مهندس وكان عالم مهم جدا، هو مهندس هرم زوسر. بنشكرك دكتور ممدوح فاروق مدير متحف ايمن حطب في سقاره. مشاهدينا اتمنى صباحا موعدنا مع موجز اهم الانباء مع لميا حمدين. تفضلي يا لميا. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهره، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخلص التهاني لشعب وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، والتي تمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة. يأتي ذلك فيما تقدم الرئيس السيسي بتهنئة قلبية لأخيه بولا أحمد تينوبو الرئيس المنتخب لجمهورية نيجيريا الاتحادية، متمنيا له التوفيق ولشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار. كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة وتطلعات القارة الإفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء. أعلن فرع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي عبر تويتر تعرض 2 من موظفيه للاختطاف في شمال البلاد. وقال الفرع في بيان إن اللجنة تعمل في مالي منذ 32 عاما، لافتا إلى أنها منظمة حيادية ومستقلة وغير منحازة. كما طلب الفرع بعدم القيام بتكهنات بشأن هذا الحادث حتى لا يتم عرقلة حله. دعت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية الأمم المتحدة إلى المطالبة بوقف فوري للتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأضافت بيونغيانغ أن التدريبات تصاعد من التوتر الذي ينذر بالخروج عن نطاق السيطرة. وقال كيم سون كوينغ نائب وزير الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التدريبات تصاعد للتوتر على نحو غير مسؤول.
أعلنت الصين أن ميزانيتها العسكرية سترتفع بنسبة 7.2% عام 2023 في تسارع طفيف مقارنة بالعام الماضي. وجرى الإعلان عن هذا المعدل في تقرير لوزارة المال نشر على هامش الدورة السنوية لمجلس النواب، وهو أعلى مما كان عليه عام 2022. وتخطط بكين لإنفاق يعادل 225 مليار دولار على الدفاع. حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا كبيرا على ضيفه إشبيلية بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة 24 من الدوري الإسباني. ورفع الانتصار العريض رصيد أتلتيكو مدريد إلى 45 نقطة في المركز الثالث بجدول الليغا الإسبانية، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 25 نقطة في المركز 16. توفيت الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز 85 عاما. ولدت الفنانة الراحلة في القاهرة، وقدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأغاني الراسخة في الأذهان مثل أم البطل وتم البدر بدري. وستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر، والدفن بمقابر الإمام الشافعي. انتهى موجز 8، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. من كام يوم تم الإعلان عن تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان 1,251,000 مواطن بالمستشفيات والوحدات التابعة للإدارة المركزية لطب الأسنان بجميع محافظات الجمهورية. ده كان خلال شهر يناير الماضي. ده غير أن دلوقتي أيضا بيتم تفعيل الميكنة، وبيتم توحيد نماذج التسجيل الطبي في كافة التخصصات طب الفم والأسنان المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكثر من الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان في وزارة الصحة عن هذا الأمر. صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا بحضرتك. كلمنا يا فندم عن الخدمات اللي بيتم تقديمها للمواطنين في مجال طب الأسنان. طبقا للوقت احنا الفترة حضرتك اللي احنا موجودين فيها، فيها كل المبادرات الرئاسية والاكتشاف المبكر لأمراض الفم، فاحنا بالتالي بنحاول ان احنا يبقى في تماشي مع التوجه العام في الدوله وتوجهات سياده الرئيس. عندنا معالي الوزير في تكليف ان احنا يبقى في رفع كفاءه وجوده الخدمات اللي بتقدم في كافه الوحدات والمستشفيات التابعه لينا في وزاره الصحه. شهر يناير احنا كنا تقريبا ناظرنا حوالي 1,200,000 حاله. في كافة الوحدات والمستشفيات التابعة لنا، ده إلى جانب بيقدم فيها كافة الخدمات بطب الأسنان من الكشف للحشوات للخلع العادي أو الجراحي للحالات الحشو بالنسبة للأطفال. فاحنا بنخش في كافة الخدمات اللي ممكن تقدم. ده مستوى من الخدمات العلاجية. عندنا كمان الندوات التثقيفية والتوعوية، ودي مهمة جدا لأن إحدى محاور المبادرات الرئاسيه لاكتشاف المبكر، فاحنا شغالين على التوعيه عشان امنع حدوث التهابات في اللثه او تكسوسات. احنا في شهر يناير بس عملنا 7,011 ندوه في الاماكن التابعه لنا. الحضور اللي كان موجود عندنا في الندوات ديت كان 68,809 مواطن. تمام؟ كل مواطن من دول هيرجع لاسرته هيبلغهم او يقول لهم انا سمعت كذا، وفي غسيل اسنان، وفي ام حامل، وفي تاكل ايه، وفي الطفل في الرضاعه يشرب ايه. تمام؟ ده ملخص صغير تقريبا اللي احنا بنعمله. الخدمات دي كمان بتقدم يا فندم من خلال القوافل العلاجيه، مظبوط؟ بالظبط بالظبط بالظبط. احنا في يناير برضو عاملين ما يقرب من حوالي 25 قافله. مش كمان قافله بس، ان احنا بنروح للاماكن الاكثر احتياجا. احنا لما بيبقى في اي مناسبه، يعني ساعه الاحتفال بتاع عيد الاخوه المسيحيين احنا كنا موجودين جوه الكاتدرائيه في العباسيه، بحيث كل زوار الكاتدرائيه في العيد نقدر نبقى عاملين لهم خدمات.
في الميادين العامه بيتعمل في كل، مش بس في الكاتدرائيه في هنا في العباسيه، ده في كل تمام مناسك دور العباده في المحافظات بنبقى عاملين تامين طبي. كمان كنا ساعد معرض الكتاب، كنا عاملين تامين طبي في معرض الكتاب على مدار الاسبوعين بتوع معرض الكتاب. ايوه. وتقدم فيهم خدمات لحوالي 4500 مواطن. ربما الناس كلها بتتكلم ان يعني قصه طب الاسنان والحشوات هي الاغلى في ما بين يعني اقرانها، يعني ما بين العيادات المتنقله. الرسوم عامله ازاي؟ الدوله بتتحمل قد ايه؟ احنا جميع القوافل بالمجان يا فندم، كلها بيقدم فيها كافه الخدمات اللي تقدر نعملها في داخل العياده المتنقله. في بعض الحالات ما اقدرش اعملها زي علاج العصب مثلا، ده بيحتاج جلستين او ثلاثه. ايوه. بيتم تحويل الحالات لاحدى الوحدات او المستشفيات التابعه لينا، بيتم تحويل الحالات لاستكمال العلاج فيها. طيب دكتور، الحقيقه النقطه دي نقطه كمان يعني مهمه جدا وتحترم، لكن في كمان نقطه مهمه جدا وهي فكره المتابعه. هل بيبقى في متابعه مع هذه الحالات؟ ولو في بيحصل ازاي؟ تمام. احنا بالظبط اي حاله بتيجي حضرتك بيتم مناظرتها او الكشف عليها بيبقى ليها كارت متابعه، بيبقى فيه الاسم والسن ولو ممكن الرقم القومي والتشخيص بتاع الحاله وايه الاجراء اللي تم تقديمه في خلال القافله او في خلال الوحده من الوحدات او المستشفيات التابعه لنا. وبالتالي لما بيجي في اي وقت بيبقى الكارت بتاعه موجود، نقدر نطلع منه هو اتعمل له ايه وتم تقديم خدمات ايه ومين الطبيب اللي قدم الخدمه. هاي. طب كلمنا يا فندم عن عيادات ذوي الهمم، يعني ازاي تم استحداثها، ازاي تم تدريب الاطباء على التعامل مع ذوي الهمم، وابرز الانجازات في هذا الملف كانت عامله ازاي؟ احنا طبعا كان مع التوجه الرئاسي للاهتمام بذوي الهمم، فبالتالي كان لازم يبقى عندنا بنحاول نختار في كل محافظه مستشفى او وحده صحيه، وعاده بتبقى مستشفى تكون فيها عياده مخصصه لذوي الهمم. عندنا في اسكندريه، عندنا في القاهره الجديده، عندنا في شبرا، عندنا يعني في اغلب المحافظات بدانا يبقى في عياده خاصه بذوي الهمم. تمام. في منهم بعضهم كمان بيحتاج تدخل تحت المخدر العام، فبالتالي بيبقى في بعديه غرفه افاقه وغرفه متابعه ليه. تمام. فبدانا دي. احنا كمان مش مساله ان انا اعمل عياده الا لما اكون مدرب الفريق الطبي كيفيه التعامل مع ذوي الهمم، وهي دي اللي احنا التحدي اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، ان نبدا ندرب اطبائنا طبعا المتخصصين في طب اطفال او طب اسنان الاطفال على كيفيه التدخل للحالات ذوي الهمم. طيب دكتور، بما ان حضرتك ذكرت نقطه تدريب الاطباء، كلمني عن تدريب اطباء الاسنان بشكل عام، يعني ايه اللي بيحصل حتى لو مش هنتكلم بس نقطه ذوي الهمم بشكل عام، تدريب اطباء الاسنان بيكون من خلال ايه؟ الياته ايه؟ تمام. انا دلوقتي عشان اقدر اعمل خدمه صحيه ذو جوده عاليه للمواطن المصري يبقى لازم بشتغل على شقين، بشتغل على رفع كفاءه الاطقم الطبيه في كافه التخصصات والتجهيزات، التجهيزات الحمد لله بالمستلزمات تعتبر يعني الى حد كبير جدا متوفره الحمد لله، يبقى بالتالي لازم ارفع كفاءه الاطقم الطبيه. صحيح. عندنا يعني احنا كنا في على مدار الشهرين اللي فاتوا كنا عاملين بروتوكول للتعاون مع منظمه الصحه العالميه في 5 محافظات لرفع كفاءه اطباء الاسنان الموجودين بيها. دربنا اطباء اسنان في محافظه شمال سيناء، وده ما حصلش كان من فتره. تمام. في جنوب سيناء، في البحر الاحمر، في محافظه قنا، في محافظه المنيا. كان 500 طبيب اسنان، فدوت شق. عندنا اكاديميه الاميره فاطمه للتعليم الطبي المستمر، دي برضو عملنا فيها ما يقرب من 24 دوره تدريبيه بورش عمل مصاحبه، يعني مش ان انا اشرح له نظري بس، لا ده بالعكس، ده انا لازم في حاجه يتدرب عليها طبعا، او اخده في مستشفى من مستشفياتنا عشان ازاي ارفع المهاره بتاعته. تمام. عملنا 24 دوره، كل دوره كان فيها 25 طبيب، فحوالي 1500 طبيب تقريبا كان في خلال الشهرين 3 اللي فاتوا. تمام. عندنا كمان حاجه اسمها اون جوب تريننج، ان انا اسافر المحافظه ادرب الناس بتوعها هناك، مش اجيب الاطباء بس منها، عشان في محافظات سهوله انتقالي انا ليهم بفريق اللي هيدربهم بتبقى اسهل. تمام. عملنا في محافظات كتيره زي كفر الشيخ، الاسماعيليه، عملنا في الغربيه، الشرقيه، طبعا القاهره الجديده، اليوبيه، فيوم،
كل المحافظات تقريبا. احنا شغالين اسكندريه عاملين فيها شغل كويس جدا لانها في خدمه صحيه رائعه بصراحه. تمام. بس وبناء عليه نقول ايه للمواطنين اللي عندهم مشاكل في الاسنان وعايزين يروحوا للخدمات الحكوميه المقدمه بالمجان لعلاج هذه الاسنان؟ ده انا اقول لحضرتك احنا شهر مارس في عندنا الاحتفال باليوم العالمي لصحه الفم الموافق 20 مارس، فاحنا بتوجيهات من معالي الوزير ان احنا ما يبقاش اهتمام يوم واحد لصحه الفم، احنا عملنا شهر مارس كله شهر للاحتفال بصحه الفم. جميع الوحدات بتاعتنا يوميا بتقدم الندوات التثقيفيه والتوعويه، بنعمل مسح شامل لكل الحالات اللي بتدخل لو في عندهم اي امراض فم او بدايات تسوس اقدر الحقها، وهيتم تجميع كل النتائج بتاعتنا يوميا بحيث يبقى الاحتفاليه بتاعتنا بتاعت يوم 20 مارس نقدر نقول ان دي تكفين لمبادره صحه فم شامله تبقى على مدار العام، مش ان انا بحتفل بيها يوم. احنا الحمد لله خليناها تبقى شهر بحيث نبدا نعود الناس بكافه وسائل الاعلام وفي الوحدات بتاعتنا ان في حاجه اسمها غسيل اسنان، ايه الاكل الصحي، ازاي كبير السن اقدر اراعيه، لو في عنده اي فقد للاسنان اعوضها له. يبقى احنا بنعمل مشروع قومي لصحه الفم. أكيد. طب أخيرا دكتور وليد، يعني طيور مصر المهاجرة خاصة في مجال طب الأسنان، إزاي تم الاستفادة منهم؟ طبعا كان في من معالي الوزير الاتصالات مع وزارة الخارجية والمصريين بالخارج والهجرة، وبالتالي كنا من السنة اللي فاتت حتى كان جه أحد يعني أطباء الأسنان اللي موجودين في الولايات المتحدة وكان نزل معانا شارك معانا في قافلة كنا في حي الأسمرات، وبعدها جه معانا كذا مكان تاني من اللي كنا بنعمل فيهم قوافل، ورحنا معاه مركز ابحاث الاسنان تابع للوزاره بحيث يناظر بعض الحالات. انا عايز استفيد منه في حاجتين، طريقه مناظرته للحالات، فانا عندي الشباب اللي موجودين كلهم بيتعلموا منه ومن خبراته اللي اتعلمها في الخارج. السنه دي كان موجود لسه قريب وبرضه نزل معانا حي الاسمرات مره تانيه، وبعدها رحنا احدى دور الايتام وكان موجود معانا، وجاب معاه كمان اطباء تانيين كانوا في اجازه، فاحنا بنحاول ان احنا نستفيد منهم كل في تخصصه ازاي يقدر يفيدني بخبراته. هل في خامات جديده؟ هل في تكنيك جديد؟ وبالتالي الاطباء بتاعتنا بتبدا تتعلم او تتلقى منه خبرات اللي هو اكتسبها من وجوده خارج مصر. وفي الاخر هتعود على جوده خدمه مقدمه للمواطن المصري، وده هدفنا كلنا. صحيح. بكل تاكيد. صحيح. بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور وليد حسن رئيس الاداره المركزيه لطب الاسنان بوزاره الصحه، بشكرك يا فندم على كل هذه الايضاحات. سمعت يا جمانة عن قصه هوج بول؟ طبعا موضوع يعني رغم ان البيتكوين او العملات الرقميه المشفره سعرها في العالم كله بينزل وبيوصل لمراحل يعني كده، الا ان هي اوهمت الناس ان هي بتشتغل في تعدين هذه العملات. لو كان حد بس عمل سيرش شويه يعني بقليل من المنطق يعني كان هيكتشف ان الموضوع ده بالعقل كده ما ينفعش. انت ازاي بتديني ربح مضاعف وربح بالدبل وبالتريبل يوميا يوميا وفي نفس يوميا. الوقت الموضوع كده كلام كتير في الايام اللي فاتت عن تعرض البعض لعمليات نصب الكتروني عن طريق احدى المنصات او الابلكيشنز اللي موجوده على الموبايل اللي اوهمت عملائها بالحصول على ربح سريع ومكاسب غير منطقيه بالمره. زي ما انت اتكلمت يا مصطفى، زي اي عمليه نصب الابلكيشن ده اختفى بعد تجميع اموال بالملايين. 6 مليار المستخدمين افندم، لا يعني هي الارقام الحقيقه لسه في خلاف عليها شويه، لكن يعني في حد بيتكلم عن مليارات، في البعض يقول 19 مليون، يعني لسه مش دقيقه جدا، بس بشكل عام يعني انه في حصل نصب اموال كبيره جدا عن طريق محافظ الكترونيه للمستخدمين. احنا دلوقتي معانا على الهاتف دكتور مصطفى السعداوي استاذ القانون الجنائي، يكلمنا عن ايه هو عقوبة النصب الإلكتروني. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم على حضرتك ومصطفى دي ومستمعينك الكرام، صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني وإحنا بنشوف للأسف التطبيقات دي أو الأبليكيشنز دي ودايما أسطورة الثراء السريع وهتكسب يوميا، هتحط على سبيل المثال 1000 جنيه ترجع لك 1100 جنيه تاني يوم،
والبعض يقول احنا يعني طب ما احنا ايه النصب، ما احنا بنرجع الفلوس بعدين الابلكيشن او التطبيق ده او الناس دي ترجع تختفي. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم ايه هو النصب الالكتروني تحديدا، ايه عقوبته، ايه اضراره كمان بشكل عام؟ اولا في معرض التأصيل للواقعة التي لم تنتهي تحقيقات النيابة العامة بشأنها بعد، ربما يثير الأمر شبهة الجناية المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون 146 لسنة 88، وهي جمع وتلقي أموال من الجمهور لتوظيفها. لأن هناك فرق بين النصب، سواء هو نصب عادي أو الاحتيال الإلكتروني، وبين جمع وتلقي أموال. جمع وتلقي الأموال ده جرمه المشرع المصري من 25 سنة وفرض ليه عقوبة تصل للسجن 15 سنة، وفرض بجانب العقوبة غرامة مالية قد تصل لمثلي المبلغ اللي تم جمعه. الاحتيال الإلكتروني بيقتضي بطبيعة الحال نشاط إجرامي مغاير لهذا النشاط، يتمثل في أن يقوم الجاني بالاحتيال بطرق احتيالية على الدخول طبقا لما عرفه القانون 175 لسنة 2018، اللي هو بيقتضي بطبيعة الحال أنه بيجمع بيانات للعملاء وبيدخل على حساباتهم البنكية للاستيلاء عليها. عايز أقول لحضرتك وربما أكشف عن مفاجأة، أن المشرع المصري في جرائم الاحتيال الإلكتروني لم يعتبر الفعل جناية، واعتبر الفعل جنحة وفرض له عقوبة يعني لا تزيد عن الحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه. طيب أنا الفعل. أنا يعني عشان برضو أبسط على الناس يا فندم، سيادة المستشار، ببساطة شديدة، أنا النهاردة اللي اتنصب عليهم كانوا بيقولوا دي شركة ومشهرة ومعمولة وليها ورق، والناس كانت عاملة برواز ما شاء الله عليهم بتاع، بس للأسف الشديد أنت بتعمل برواز أنك بتشتغل في نشاط وبتعمل نشاط تاني خالص، وبنشوف الحاجة دي بتحصل كتير. يعني أنا بقول أنا شركة كده وبشتغل في مجال تاني أصلاً. القصة دي قانونا عاملة ازاي؟ هو أخد تصريح ايه واشتغل في ايه؟ هو حضرتك مع نفسه أنشأ شركة، تمام، مع نفسه، تمام، ومع نفسه جمع أموال، ومع نفسه قال أنا هوظف أموال، فهذه تشكل جناية جمع وتلقي أموال. لأن هي الجريمة الأشد، هي الجريمة التي يصل العقوبة فيها ل 15 سنة. فأنا أقول له خلاص أنت جمعت أموال وأنت أوهمت الناس بتوظيف هذه الأموال ونظير تحقيق ربح، فأنت ارتكبت لهذه الجناية. إن الواقعة بتشكل عدة جرائم يا فندم، أهمها أنهم أوهموا عملائهم باستثمار هذه مدخراتهم نظير حصول على ربح، والعديد من الجرائم بقى اللي ارتبطت بهذه الجرائم زي نشر وترويج السجلات التجارية لهذه الشركة واستخدامهم شرائح تليفونية وأجهزة إلكترونية. ولكن تبقى الجريمة الأشد جمع وتوظيف هذه الأموال. طيب في نقطة كمان تانية مهمة يا فندم، وهي أنه في يعني أشخاص هم الحقيقة هم جناه ومجني عليهم، في ناس ما تعرفش حاجة عن حقيقة الشركة دي لكن ابتدت أنها تعرف الناس على هذه المنصة وأن هي تنصح الناس من هم يكونوا شركاء ليهم وأن هم كمان يشتركوا في الابليكيشن ده. عايز أعرف من حضرتك وضع الأشخاص اللي زي دي بيكون إيه؟ عايز أقول لحضرتك اسمحيلي، القانون الجنائي المصري لا يفترض المسؤولية الجنائية. من روعة هذا التشريع للجنائي المصري الراقي أنه يجب أن يضع المتهمين وضع الفاعلين المستقلين. يعني إيه حضرتك؟ ببساطة على المستمع الكريم، لابد أن توجد لدى الجاني نية التدخل في الجريمة. لكن أنا بقول لواحد أنا حطيت فلوسي تعالى، لا مش أقدر أعتبره شريك
إلا إذا كان قصدي مساعدة، اتفقت مع الجناه أو ساعدت الجناه أو حرضت الجناه على ارتكاب الجريمة. أي صورة من الثلاثة يتحقق بها الاشتراك، لكن ما دون ذلك لا، هو مجني عليه في نظر القانون ولا يمكن وصف الاشتراك في الجريمة. أنا برضو هنا برضو عايز أخد يعني طرف الحديث من حضرتك بنفس السؤال أو أسأله بصيغة تانية اللي قالته جمان. الادمنز اللي هم كانوا مسؤولين في المحافظات، حضرتك عارف ان هوك بول عملوا ايفنتات في كذا محافظه وجابوا ناس والموضوع ما هو بقى رسمي وفي ورق. الادمنز دول يعني اتقبض عليهم، ربما يكونوا هم برضو مش كانوش عارفين، لان انا اللي فهمته ان الفلوس اتحولت لبره. دول وضعهم القانوني ايه؟ يعني هو كان خد مسؤوليه ان هو يجيب ناس بس فيما يتعلق بالادمن يا فندم، ربما تفسر التحقيق انه فاعل في الجريمه. اي لان الادمن ده انا ما اقدرش اقول ما يعرفش. انا ما اقدرش اقول ما يعرفش، لانه المفترض ان هم بيقولوا ان احنا بنستثمر وان احنا بنجمع الاموال دي عشان نوظفها و و و و و فالتلاقي الارادات بين الادمن والفاعل الرئيسي يجعل الادمن فاعل في الجريمه. لكن انا بتكلم على الشخص العادي الذي وقعت عليه الجريمه. لما وقعت عليا فانا قلت لحضرتك، فما تقدرش تعتبرني انا شريك، لكن الادمن اللي دخلني ودخل حضرتك وسلمنا للقائد بتاعهم او عضو، لان هذه الجريمه يا فندم عايز اقول لحضرتك هي من الجرائم المنظمة، وتصل في بعض الحالات الجريمة المنظمة اللي كانت في يوم من الأيام الأمم المتحدة لها، بل إن الأمم المتحدة نزلت على صفحتها الرسمية بيان لم تعتبره وثيقة، حذرت من هذه الطائفة من الجرائم لأنها كانت بتستغل اسم الأمم المتحدة فيها. يجب التوعية وإيضاح المصريين. عايز أقول لحضرتك إن البنوك المصرية قد يعني في هامش إنفاقها التوعية الإعلامية لمثل هذه الوثائق، ويمكن حضرتك النهارده لابد الناس تبقى عارف عن هذه الاحتيال اللي بيتم بها الجناه في جمع وتلقي الاموال، لان انا لا استطيع ان اقبض حد الفعل انه مارس طرق احتيال ياخد فلوس حتى لو كان هو تانية. حتى لو هو كان هو الادمن ده اتنصب عليه ايضا، حتى لو كان كده. والله يا فندم الموقف ده بتفصل فيه العداله. لكن احنا اطار العام بنوضع النصب. يعني طيب خلينا برضو نروح لنقطه تانية، ماذا لو يا فندم المتهم الرئيسي مش موجود على الاراضي المصريه؟ التعامل معاه بيكون ازاي؟ طيب اسمحي لي جمانة هانم، اشكر حضرتك على السؤال الهام اللي فطن ليه المشرع المصري. لان احنا عندنا مبدا حاكم في التشريع الجنائي المصري اسمه مبدا الاقليميه، يعني الجريمه تقع من مصري او داخل الاقليم المصري. هذه الجرائم التي تعد الوسائل الاحتيال الالكتروني وسيله فيها يعد الاختصاص للقضاء المصري اذا وقعت الجريمه ولو خارج الاقليم المصري، طالما على اذا كان المجني عليه مصري او حققت ومس ضرر بشخص مصري ولو وقعت الجريمة خارج مصر. طيب إذا كان هو حول الفلوس المصرية الجنيه المصري أو العملة من مصر لبره مصر ولا تلقاها في أي دولة من دول الخارج، ينعقد الاختصاص للقضاء المصري بمعاقبة الجناح عن جريمته. بنشكرك يا دكتور مصطفى. دكتور مصطفى السعداوي استاذ القانون الجنائي، حللت معانا هذه الواقعه المتعلقه بالنصب الالكتروني واللي اثرت ربما مسامع الراي العام في الفتره الاخيره حوالين قضيه ملف ابلكيشن هوك بول.
طيب رايح المشاهدين، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وخلينا نروح لسؤال الحلقة. سؤال حلقتنا هو احكي لنا عن مسلسلك الرمضاني المفضل. خلينا نشوف مع حضراتكم بعض التعليقات. في الأستاذ محمد إسماعيل بيقول صباح الخير عليكم من سوهاج. صباح الخير على حضرتك وعلى كل أهل سوهاج. بيقول مسلسل الليل وآخره والرائع يحيى الفخراني. مسلسل ده كان حلو قوي، كان معنا الميل الفقي تقريبا. أيوة صحيح. صفاء محمد صباح الورد على قناتنا الأولى، تحية من صفاء وعاطف الكفيفان من ذوي الهمم، أهلا بيكو منورنا. طبعا اختيارنا هو مسلسل نصف الربيع الآخر، السلام، ودموع في عيون وقحة، ورأفة الهجان، وفوازير شريهان، ويريد ترجع برامج رمضان دي تاني. أشكرك يا أستاذ صفاء. في كمان البليلي محمد بيقول صباح الخير عليكم، مسلسل من قلب الشارع المصري، مش متذكر المسلسل ده؟ مش عارف. متذكره قوي. وفوازير عمو فؤاد. فوازير عمو فؤاد طبعا ما حدش ينكر. نورة احمد وهي توب فان على صفحتنا، صباح الخير عليكم، احلى برنامج واحلى اعداد، انتم بتعرضوا مقاطع من الزمن الجميل، وده بيرجعنا لاحلى ايام حياتنا. ما تتخيليش الكلام ده بالنسبه لنا جميل ازاي. انا بالنسبه لي لو نعرض فوازير نيلي وعمو فؤاد وبوجي وطمطم كل سنة عمري ما حزهق منها، ودايما هفضل افتكر الحاجات دي. شكرا لك يا نورة، شكرا لتعليقك الجميل، وبالفعل الحاجات دي عمرنا ما هنزهق منها. صحيح. مهما اتفرجنا عليها 100 مرة. يعني لسه طبعا مستنيين تعليقات حضراتكم ومشاركتكم على سؤال الحلقة، لكن دلوقتي هنروح للمية مرة تانية عشان تعرفنا على آخر أخبار الرياضة. تفضلي يا لمية. شكرا لك يا جمانة، بنصبح على حضراتكم وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. أجمل بداية وأجمل حكاية في مشيئة الرحمن. أنت أطلع من رمسيس، أنت أكبر من ليبرتيتي. أخيرا ابتسم لك الحظ يا ميسي. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. ونبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي صحح أوضاعه الإفريقية وقدر يحقق الفوز على القطن الكاميروني بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. سجل لأهداف الأهلي محمد شريف وأحمد القندوسي ورأفت خليل. بالنتيجة دي بيرفع الأهلي رصيده لأربع نقط في المركز الثالث في المجموعة. أما نادي الزمالك فبيستعد لمباراة الترجي التونسي، علشان كده البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك طلب من الجهاز الطبي تجهيز إعداد تقرير طبي كامل عن حالة اللعيبة المصابة في الفريق، وعلى رأسهم شيكابالا اللي بيعاني من نزلة برد شديدة أبعدته عن مواجهة بيراميدز في الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، كمان علشان الاطمئنان عن حالة عمر جابر اللي بيعاني من إصابة عضلية. الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي فيتوريا اتواصل مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، وده للاطمئنان على إصابته اللي تعرض لها في مباراة فريق ترابزون في الدوري التركي مع نظيره عمران سبور، واللي خرج مصاب في الدقيقة 34 من الشوط الأول بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية. في الدوري الإنجليزي فريق أرسنال حقق الفوز على بورنموث بنتيجة 3-2 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب الإمارات ضمن لقاءات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. بكده عزز أرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، أما بورنموث فتجمد رصيده عند النقطة 21 في المركز الأخير.
لسه مع مباراة الجارنرز واللي شهدت تألق اللاعب فيليب بيلينج لاعب بورنموث بعد ما حقق رقم مميز في تاريخ الدوري الإنجليزي ونجح في هز شباك أرسنال بعد مرور 9 ثواني من وقت المباراة، وده اللي دفع شبكة أوبتا الإحصائية في إنها تأكد إن هدف بيلينج في أرسنال أصبح ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هدف شين ألونج لاعب ساوثهامبتون ضد واتفورد في إبريل 2019. لسه مع الدوري الإنجليزي، وخسر فريق توتنهام من فريق وولفرهامبتون بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي. بكده بيحتل فريق توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، وبيحتل وولفرهامبتون المركز 13 برصيد 27 نقطة. فريق تشيلسي حقق فوز صعب على ليدز يونايتد بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، وبيحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، وليدز يونايتد 22 نقطة في المركز 17. فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على نيوكاسل بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الاتحاد ضمن مواجهات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. بكده بيتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 58 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 41 في المركز الخامس. في الدوري الألماني اتعادل فريق يونيون برلين مع فريق كولن في المباراة اللي اتلعبت بين الفريقين واللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الألماني. بكده بيتواجد فريق يونيون برلين في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة. فاز فريق بايرن ميونخ على شتوتغارت بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الألماني. بالنتيجة دي عاد بايرن ميونخ لصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن الوصيف بروسيا دورتموند صاحب نفس الرصيد، ووقف رصيد شتوتغارت عند النقطة 19 في المركز 15. خسر فريق نانت اللي بيلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 في الجولة 26 من عمر منافسات الدوري الفرنسي. تواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء قبل الدفع به في الدقيقة 70 من عمر المباراة. الإيطالي أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كشف عن التشكيل الرسمي اللي هيخوض به مباراة ريال بيتيس اللي هتتلعب النهاردة ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإسباني، وشهدت قائمة الريال غياب ديفيد ألبا وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة ولوكا مودريتش لمعاناته من الإجهاد. المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة اتكلم عن مواجهة فريقه قدام فالنسيا النهاردة، وقال: نحن سعداء بكل شيء، مباراة مهمة لينا وإحنا بننافس على بطولتين، فريقنا ما بيحبش يكون الأقل استحواذا على الكرة، وهدفنا دايما المبادرة والهجوم، لكن لازم نشتغل على الدفاع واللعب بدون كرة واستغلال المساحات كمان. عايزين نشوف النهاردة أو عايزين نفوز النهاردة عشان نواصل الصدارة. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع تاني نكمل باقي فقراتنا مع جمانة ومصطفى. شكرا لك يا لمي. ما زلنا مع الرياضة ومع أخبارها، وربما سمعنا زي ما سمعنا في النشرة الرياضية أن في النادي الأهلي قدر يحافظ على أماله في المنافسة الإفريقية بعد فوزه على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف نظيفة. النادي الأهلي قدر أن هو كده يجمع 4 نقاط من 3 مباريات. صحيح كده، الأهلي بيحتل المركز الثالث في المجموعة بعد سان داونز المتصدر ب7 نقاط والهلال السوداني ب6 نقاط. خلينا نتكلم عن الماتش، فرص الأهلي في الصعود، كمان هنتطرق لمباريات الدوري الإنجليزي مع إسلام محمد الناقد الرياضي. إسلام، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير عليكي، وصباح الخير يا مصطفى، وصباح الخير يا مصر على القناة الأولى وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الخير. أهلاً. صباح الخير. طيب، واحنا بنتكلم عن الاهلي وعوده قويه للنادي الاهلي، ويعني خلينا نقول صحوه، وممكن نقول الماتش الاولاني دايما كده بتاع يعني معظم الوقت بيبقى في مشكله او بيبقى عندنا مش عارفه بالظبط ايه بصراحه تحليلها، ولكن دايما الماتش الاولاني بيبقى شويه كده زي ما سبت صحوه لينا او حاجه تنبهنا، بعد كده الاهلي بيعود مره تانية. شفت المباراه ازاي؟ هل شايف ان كولر قدر ان هو يحقق افضل سيناريو من سيناريوهات
خلينا نقول ايه اداره اللعيبه بما انه كان عنده طبعا غيابات عديده. انا هاخد من كلامك هي جمله صحوه دي بالفعل يعني هي صحوه وكان الاهلي لازم في التوقيت ده يصحى بقى يعني كفايه كده خلاص. تخيل انت الاهلي من مباراتين مباراه امام سان داونز بتعادل قبلها مباراه الهلال السوداني اللي كانت مفاجاه لكل جمهور النادي الاهلي ان هو يطلع خسران من السودان ايا كانت المباراه في السودان او في القاهره او في اي مكان طبيعي ان الاهلي رايح عشان يكسب بغض النظر هي دي المباراه اللي بقولك عليها صحيح يعني احنا ما فهمناش ايه اللي حصل بكل ظروفها بقى بكل كواليسها بكل الاحداث اللي فيها بكل الغرامات اللي جت من الاتحاد الافريقي على الهلال السوداني بالامس يمكن المباراه كان لها ظروف خاصه مصطفى من قبل المباراه حتى نهايه المباراه تخيل انت الهلال السوداني بكل اللي كانوا موجودين هناك سواء الجماهير اللي كانتش من المفترض ان هي ما تكونش موجوده اساسا وده كان قرار من الكاف رغم كده كان في عدد من الجماهير موجود المباراه قبل المباراه كان في احداث كتير جدا من تحرك النادي الاهلي الاهلي ما كانش واخد راحته على الاطلاق هناك في السودان وده انا حذرت منه قبل ما النادي الاهلي يسافر ان المباراه هيكون فيها حاجات تانية خالص بعيد عن المستطيل الأخضر سواء من الجماهير السودانية اللي هم بيجوا احنا عندنا هنا في مصر الحقيقة احنا بنتعامل مع الناس كلها بطيبة وبحسن نية احنا تعودنا على كده يعني احنا تعودنا ازاي نكرم ضيوفنا ولكن اللي احنا شفناه هناك بغض النظر بقى عن الأحداث اللي حصلت هي مباراة في كرة القدم وده حقهم خلي بالك حقهم ان هم يقدروا على قد ما يقدروا ان هم يضغطوا على النادي الأهلي النادي الأهلي طبعا اسم كبير فانك انت تكسب النادي الأهلي صحيح. اعتقد دي مفاجأة كبيرة بالنسبة لجمهور الهلال السوداني ولكن الأهلي رجع قدام سان داونز كنا نتمنى بكل تأكيد ان الأهلي يفوز ويسجل اول 3 نقط في البطولة ولكن لم يحدث ذلك رغم ان الأهلي كان متقدم مصطفى خلي بالك انت وجمانة الأهلي كان متقدم على سان داونز ولكن ما قدرش يحافظ على التقدم ده رجع سان داونز وتعادل اعتقد كانت نتيجه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي مش نتيجه مثاليه خالص 2-2 انت كمان خسران المباراه الاولى مباراتين بتحصد بينهم نقطه واحده فكان ما كانش في حل خالص قدام القطن الكاميروني غير الفوز اللي احنا شفناه امبارح هل احراز محمد شريف لهدف مبكر كان سبب في اراحه النادي الاهلي منذ الدقيقه الاولى انه استطاع ان هو يعني يكتسب توازن كده في الملعب طبعا بص الحقيقه محمد شريف دايما بيظهر في اوقات حاسمه يعني لو رجعنا كده الفترات اللي فاتت هتلاقي محمد شريف تحديدا في المباريات الكبيره ممكن تلاقي مصطفى متواجد بشكل كبير وبيسجل وبيهدف يعني بنشوفه في نادي قدام الزمالك بيقدر ان هو يستعيد فورمته وبيقدر ان هو يسجل مباراه القطن برضو خلي بالك بكل الظروف اللي حصلت بالتعادل امام سان داونز بالخساره امام الهلال كانت مباراه صعبه جدا يعني الناس مستسهله مباراه القطن الكاميروني على اساس ان انت بتلعب القطن الكاميروني ولكن الظروف والاجواء المحيطه بالنادي الاهلي تحديدا مؤخرا مش هي احسن حال بالكواليتي بتاع اللعيبه اللي موجودين الفتره الحاليه مش احسن حال في اكتر من لاعب خلي بالك عليه علامات استفهام بشكل كبير جدا 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 في النادي الاهلي في بعض اللاعبين وانا باكد لك يا جمان وباكد لك يا مصطفى ان يعني مش هقول لك ما يستحقوش يرتدوا التيشيرت النادي الاهلي ولكن مش عارفين قيمه التيشيرت بتاع النادي الاهلي الحقيقه تيشيرت النادي الاهلي تيشيرت كبير جدا في ناس بتتمنى بس تعدي من امام سور النادي الاهلي طبعا من امام ملعب التتش ولكن تخيل انت في لعيبه مش مصدقه نفسها ان هي بتلعب في النادي الاهلي واحنا عمرنا ما شفنا النادي الاهلي بالمظهر اللي احنا شايفينه الفترات اللي فاتت هاكد لك على حاجه ان كل فريق بكل تاكيد بيمر بكبوات ولكن لما تعمل اللي عليك في الملعب وتجتهد هو الجمهور مش عايز الا كده اعمل صحيح. اللي عليك في الملعب اجتهد اسعى حقق الفوز الاهلي بيجي له فرص كتير جدا كولر بيخلي اللعيبه بتروح على المرمى بشكل كبير جدا يا مصطفى يعني احنا بنشوف دايما النادي الاهلي عنده مشكله في العقم التهديفي قال لي انا شخصيا في المؤتمر الصحفي انا محتاج مهاجم يعني تخيل يا جمانه بيقول لي انا محتاج مهاجم يعني لو بيرسي تاو جاهز انا هلعبه مهاجم هو قال كده فعلا ولكن المفروض كان بعدها كانت الصفقات ما جابش الاهلي مهاجم وهي دي المشكله هنا يعني هي المشكله ان الاهلي ما جابش مهاجم كولر مش مطلوب منه ان هو ينزل يسجل يعني هو برده برر دي عشان يعني عشان نبقى غطينا كل الجوانب هو قال في تصريح لي انه اللعيبه راجعه من كاس العالم للانديه تعبانه ومجهده وعملت اداء جيد جدا في البطوله دي ف يعني بيتكلم في فكره ان هم اللعيبه تعبانه بصي انا معاه جدا بصي تخيلي انت ان الاهلي بيلعب في 3 بطولات
منفصله عن بعض. يعني بيرجع من كاس العالم للانديه بيخش على دوري ابطال افريقيا بيخش بعد كده على الدوري المحلي. تخيلي، وهو ده قدر النادي الاهلي، ولازم اي لاعب بيجي النادي الاهلي بيبقى عنده الشخصيه دي، ان الاهلي ما بيشاركش في بطوله واحده، لا الاهلي بيشارك في عده بطولات. وعجبني جدا، عجبني جدا شخصيه اللاعب احمد الكندوسي اللاعب الجزائري، الحقيقه لاعب مميز جدا. اللاعب ده انا كنت براهن عليه من قبل ما يجي النادي الاهلي، شايفه صفقه مميزه جدا، شفناه امبارح الحقيقه يعني عامل رمانه الميزان زي ما احنا ما بنقول في وسط الملعب، مقدم مستوى جيد جدا المباريات اللي فاتت حتى لما كان بينزل في وقت قليل جدا، ولكن لاعب عنده الشخصيه. هي دي نوعيه اللعيبه اللي النادي الاهلي بيكون محتاجها، هي دي نوعية اللعيبة مصطفى اللي جمهور النادي الأهلي حابة ان هي تشوفها في الملعب. ولكن في لاعبين عليهم علامات استفهام بشكل كبير جدا بغض النظر عن أسماء، أتمنى ان هم يراجعوا نفسهم الفترة اللي جاية، لأن مع كولر خلي بالك مع كولر المجتهد فقط هو اللي هيلعب في الملعب. طبعا بعد إصابة خالد عبد الفتاح، وأنا مش عارف، أنا بستغرب الحقيقة ايه المشكلة في ناحية اليمين في النادي الأهلي، يعني أنا بدعبهم حتى كده بالمناسبة بقول لهم يعني طلعوا حاجه لله ناحيه اليمين دي الحقيقه. يعني تخيل انت اكرم توفيق بيتصاب، بعديها بيتصاب كريم فؤاد، بعديها خالد عبد الفتاح، حتى صفقه النادي الاهلي اللي هو برضو بيلعب ناحيه اليمين اللي هو نفس مكان محمد هاني ايضا بيتصاب. فلا يعني الموضوع هنا يعني بقول لمحمد هاني انت محظوظ جدا الحقيقه، يعني برغم حتى سوء اداؤه الفترات اللي فاتت، ولكن سبحان الله يعني هو لاعب محظوظ بشكل كبير جدا. نتمنى نشوفه بقى الفترات اللي جايه يفوق، لان محمد هاني خلي بالك هو مش مهم بالنسبه للنادي الاهلي فقط، لا هو مهم ايضا في ظل الظروف الحاليه لمنتخب مصر. طيب اصابه شريف وخروجه مبكرا، نزول الشادي حسين، صحيح ما شفناش المردود المطلوب منه في ظل يعني سهوله هذه المباراه. الحقيقه انا مستغرب، من عشان كده بقول لك بص في لاعب عنده الشخصيه وفي لاعب مهما بتديله مباريات هو الكواليتي بتاعه كده. يعني لو رجعنا لحسام حسن لما كان في النادي الاهلي، ما كانش هو حسام حسن اللي في سموحه اللي تخيل بياخد لاعب الجوله اللي فاتت في الدوري. يعني رابطه الانديه اعلنت ان حسام حسن هو لاعب الجوله، مش هو حسام حسن اللي كنا شايفينه مع النادي الاهلي. ايضا شادي لو رجعنا للذاكره مع سيراميكا كان مكسر الدنيا، فهي شخصية اللاعب، تيشيرت النادي الأهلي وحجم الضغوطات ولا تعاون الناس اللي حواليه. لا مش أنا مش هو نفس اللاعب، ما أنت بتقول كده هو نفس اللاعب. طيب يعني هو لعب هنا كويس ولعب ما لعب لأن النادي الأهلي دايما استرس ودايما بيتحط تحت ضغط يا مصطفى، يعني دايما جمهور النادي الأهلي ما بيستحملش، ولكن جمهور النادي الأهلي دايما تحس إن هم في ظهر اللعيبة ايا كان مستواك في الوقت ده. ولكن تخيل انت لما تاخد فرص وتلعب، شادي مش اول مره ياخد فرصه، يعني شادي امبارح لعب تقريبا حوالي ساعه كامله، احنا ما شفناش حاجه لشادي، يعني ما شفناش حاجه مؤثره على المرمى. لما كان حسام موجود ايضا ما شفنالوش حاجه مؤثره، تخيل بيروح سموحه بيتالق. فهي المشكله في اللاعب نفسه. طيب. في شخصيه اللاعب، بما انك بقى بتتكلم عن لاعب وشخصيه اللاعب، هل وهرجع تاني لاحمد القندوسي كنت تتكلم عليه، احمد القندوسي خلاص من وجهه نظرك حجز مكانه في النادي الاهلي؟ طبعا اكيد في ظل الظروف الحاليه. بصي عمرو السوليه لو رجعنا الفتره اللي فاتت هتلاقيه مجهد بشكل كبير جدا. عمرو السوليه تقريبا الفترات اللي فاتت كل اصاباته هي اصابات عضليه، هي اجهاد. وجود الكندوسي كمان مع وجود مروان عطيه، لان ديانج الفتره اللي فاتت اعتقد ان ديانج تفكيره خرج بره الملعب بشكل كبير جدا، مش هو ديانج بيفكر في الاحتراف بس. ديانج كمان لا، بس ديانج كان من اللعيبه اللي شفناهم استعادت مره تانية. يعني يمكن شفنا امبارح الحقيقه كان ديانج، حمدي، اعتقد معلول كمان كان من اللعيبه اللي شفنا استعاد مستواهم. بص يا جمانة، ديانج عنده اكتر من كده بكتير جدا جدا جدا، يعني ديانج من اللعيبه المميزه جدا اللي تحطها في وسط الملعب وانت مطمنه، بيلعب لك بوكس تو بوكس، يعني يقدر يحول لك من الدفاع للهجوم بشكل كبير جدا. عنده كمان حته مميزه جدا وهي الزيادات لقدام، وان هو بيقدر يصوب، ان هو كمان عنده رؤيه مميزه جدا للملعب، بيعرف كمان يعمل اسيستات خلي بالك، ودي بتبقى نادره جدا من لعيب ديفندر وسط الملعب، مش لعيب بلاي ميكر، ديفندر وسط الملعب. فالحقيقه ديانج لاعب مميز جدا، نتمنى تشوفه الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي. انا شخصيا اتمنى جمانه ان هو يبعد بقى تفكير حته الاحتراف دي. الاهلي دلوقتي داخل على يعني انا بسميها موقعه، عنده مباراه سان داونز اللي جايه، مباراه لا بديل فيها مصطفى، انك انت ترجع من جنوب افريقيا سواء متعادل او كسبان،
اي نتيجه غير التعادل بالنسبه للنادي الاهلي او المكسب اعتقد هتحط الاهلي في مأزق كبير جدا، خاصه ان المجموعه متشابكه. صن داونز عنده 7 نقط من 3 مباريات، الهلال عنده 6 نقط من 3 ايضا مباريات، النادي الاهلي عنده 4 نقط. كنت اتمنى انا شخصيا ان احنا ما نحطش نفسنا في المأزق ده، ولكن قدر النادي الاهلي ان هو بيجي من بعيد. وجود صن داونز في المجموعه خلي بالك هو فال خير على النادي الاهلي، مع وجود ايضا الهلال السوداني مؤخرا. لو رجعنا كده بالذاكره هنلاقي ان خلاص الاثنين بقوا حاجه اساسيه في القرعه مع النادي الاهلي، وكانها قرعه مكرره. صن داونز دايما بيكون وش الخير على النادي الاهلي، بتلاقي الاهلي بيروح في منطقه بعيده جدا يا مصطفى، ممكن صن داونز حتى لو صعد من الدور ده بيخرج من الادوار المقبله. صن داونز بيلعب كره جميله جدا، ولكن مش هو الفريق اللي ممكن يكون نفسه طويل ان هو يفكر ياخد البطوله. طب قبل صن داونز نرجع للمباراه اللي بنتكلم عليها، لما يعني كولر، هل تعتقد ان كولر اختار التوقيت الصحيح للدفع بالثلاثي محمد اشرف وكوكا ورأفت خليل؟ هل ده كان كويس ولا كان ليه رد فعل غلط؟ بص، رأفت خليل تحديدا وباكد لك من خلال معلوماتي انا ان الراجل مقتنع بيه بشكل كبير جدا جدا جدا. كولر لما بيقتنع بلاعب هو بيحطه في اهتماماته وفي اولوياته، وما بيحبش ان هو يخرجه من الملعب كتير، ودايما تلاقيه سبورت ليه مصطفى ودايما في ظهره. عشان كده اكدت لك يا جمال على حاجه مهمه جدا، ان كولر من نوعيه المدربين اللي عنده اللاعب المجتهد في الملعب وفي التدريبات هو اللي هياخد، ما عندوش اسماء. الاهلي هو النجم بالنسبه له، هو ما عندوش اسماء. برونو سافيو انا بالنسبه لي هو علامات استفهام بالجمله. بص، عشان بس نتكلم بكل امانه وكل صراحه، قبل كاس العالم كان في مشكله بالفعل، وكان في مش مشكله ما بين كولر وما بين برونو سافيو، لا هو برونو سافيو بالفعل كان عنده اصابه، عشان كده ما كانش متواجد معاه في كاس العالم للانديه. ولكن لما رجعنا من كاس العالم للانديه هو الراجل مخرجه بره حساباته، او نقول بالبلدي كده هو مش هيعتمد عليه الفتره اللي جايه. وبرده انا باكد لك ان ما زال يا مصطفى كولر بيبحث عن مهاجم من العيار الثقيل جدا جدا جدا. برونو سافيو خارج النادي الاهلي بشكل كبير الفتره اللي جايه. شفت بقى يا اسلام الكلام سرقنا عن الاهلي، وما اتكلمناش عن الدوري الانجليزي وعن ارسنال وبورنموث وليفربول، وفي حقيقه مباريات مهمه جدا، ولكن اكيد للحديث بقيه. بشكرك جزيل الشكر الناقد الرياضي اسلام محمد، نورتنا في صباح الخير. انا اللي بشكرك يا جمانة، وبشكرك يا مصطفى، وبشكر القناه الاولى الحياه، وصباح الخير يا مصر، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. صباح الفل عليك. اذا دقت عقارب الساعه 9 صباحا بتوقيت القاهره، ده موعد موجز الانباء بصحبه زميلتنا لميا حمدي. شكرا لك مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخلص التهاني لشعب وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، والتي تمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة. يأتي ذلك فيما تقدم الرئيس السيسي بتهنئة قلبية لأخيه بولا أحمد تينيبو الرئيس المنتخب لجمهورية نيجيريا الاتحادية، متمنيا له التوفيق ولشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار. كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة وتطلعات القارة الإفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء. أعلن فرع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي عبر تويتر تعرض 2 من موظفيه للاختطاف في شمال البلاد. وقال الفرع في بيان إن اللجنة تعمل في مالي منذ 32 عاما، لافتا إلى أنها منظمة حيادية مستقلة وغير منحازة. كما طلب الفرع بعدم القيام بتكهنات بشأن هذا الحادث حتى لا يتم عرقلة حله. دعت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية الأمم المتحدة إلى المطالبة بوقف فوري للتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأضافت بيونغيانغ أن التدريبات تصاعد من التوتر الذي ينذر بالخروج عن نطاق السيطرة. وقال كيم سون كوينغ نائب وزير الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التدريبات تصاعد للتوتر على نحو غير مسؤول.
أعلنت الصين أن ميزانيتها العسكرية سترتفع بنسبة 7.2% عام 2023 في تسارع طفيف مقارنة بالعام الماضي. وجرى الإعلان عن هذا المعدل في تقرير لوزارة المال نشر على هامش الدورة السنوية لمجلس النواب، وهو أعلى مما كان عليه عام 2022. وتخطط بكين لإنفاق يعادل 225 مليار دولار على الدفاع. حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا كبيرا على ضيفه إشبيلية بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة 24 من الدوري الإسباني. ورفع الانتصار العريض رصيد أتلتيكو مدريد إلى 45 نقطة في المركز الثالث بجدول الليغا الإسبانية، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 25 نقطة في المركز السادس عشر. توفيت الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز 85 عاما. ولدت الفنانة الراحلة في القاهرة، وقدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأغاني الراسخة في الأذهان مثل أم البطل وتم البدر بدري. وستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة النفيسة بعد صلاة العصر، والدفن بمقابر الإمام الشافعي. نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. باقي من الزمن يومين، وهيكون في ضيافة مصر 35 دولة هيمثلوا بلادهم في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث 2023. بطولة مهمة جدا لأنها المسابقة العالمية الرسمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. صحيح، علشان كده الاتحاد المصري للخماسي الحديث استعد بشكل جيد جدا لهذه البطولة، وأعلن عن جدول لهذه المنافسات، بالإضافة أيضا لجاهزية لاعيبة منتخب مصر علشان تشارك في هذا الحدث الرياضي الدولي الكبير. تفاصيل ومعلومات أكتر هنعرفها دلوقتي من الأستاذ شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، اللي هيكلمنا عن تفاصيل هذه البطولة اللي هتستضيفها مصر وهتشارك فيها أيضا. صباح الخير يا أستاذ شريف. صباح النور. أهلا بحضرتك. أهلا بك. إزاي مصر استعدت لكأس العالم للخماسي الحديث على مستوى تدريبات الفريق وايضا على مستوى استقبال الفرق المشاركه؟ طبعا زي ما حضرتك قلت، في اكثر من 35 دوله مشاركه، واهميه هذه البطوله السنه دي انها من ضمن التاهيل لاولمبياد باريس 24. منتخبنا في معسكر مغلق دائم بقاله فتره طويله دلوقتي، سواء الفريق الكبير الكبار سينيورز او الجونيورز او اليوث. احنا بنستفيد بكون البطوله ان بيبقى من حقنا نلعب ب 12 لاعبه، اما في كاسات اخرى في الدول الاخرى ما بنقدرش نلعب غير باربعه واربعه، يعني جميع الدول المشاركه ما عندنا الحد الاقصى ليها في المشاركه هي اربع اولاد واربع بطوله، ان مش بس المنتخب الكبير بتاعنا، انما تبقى فرصه احتكاك قويه جدا لمنتخب الناشئين مع ابطال الاولمبياد، فدي تديهم يعني ميزه خلاص لما يشارك في المرحله السنيه بتاعته ان هو شارك ورادي على مرحله الكبار. استاذ شريف، احنا بنتكلم عن استضافه 35 دوله، فاكيد كان في استعدادات بتسبق هذه الضيافه، لو تكلمنا عن هذه الاستعدادات يا فندم. طبعا الاتحاد المصري للخماسي الحديث مش جديد عليه في مصر او منظم بطولات على اعلى مستوى. مصر زي ما انتم عارفين كانت الدوله الرائده رقم واحد في العالم جميع الرياضات في وقت الكوفيد 19 وقبل اولمبياد طوكيو 2020، لما الدول كتير ما كانتش عارفه تنظم، مصر نظمت يمكن اكثر من 35 او 36 فعاليه كبرى على ارض مصر. الاتحاد المصري للخماسي الحديث متعود ان هو كل سنه بينظم بطولتين على الاقل على اعلى مستوى، كاس عالم او ناشئين او كاس عالم، فاحنا على الكلام ده، حكامنا جاهزين، مستوعبنا جاهزين، المنظمين كلهم جاهزين، الامكانيات طبعا متوفره من الدوله بشكل كبير جدا، اللجنه الاولمبيه المصريه من الجزء الفني برضه مسانده الاتحاد بشكل كبير، يعني احنا نعتبر جاهزين بنسبه 100%. البطوله هتقام على ملاعب الجامعه الامريكيه بالقاهره،
وهي افضل فاسيلتي في مصر وفي السنه الماضيه بافضل تنظيم للبطوله على مستوى الكبار. فبالتالي احنا مطمئنين تماما ان البطوله تطلع لاعلى مستوى بشكل مشرف في مصر باذن الله. يا رب. بلغه الارقام عدد اللعيبه الدوليين اللي هيشاركوا كام لاعب؟ عدد اللعيبه ايضا في مصر متوقع برضو يعني جمهور مصاحب ليهم قد ايه؟ شخص. لا لا من الاول علشان صوت حضرتك بس قطع من الاول يا فندم معلش بعد اذنك. اللاعبين هتبقى في حدود شخص. بطولات كاس العالم بيبقى فيها حد اقصى للمشاركه 108 لاعب 108 لاعبه. احنا ما وصلناش للحد الاقصى للمشاركه وده نادرا ما بيحصل في كاس العالم. زي ما قلت لحضرتك حوالي 300 شخص هم المتواجدين في كاس العالم في مصر وده العدد الطبيعي في كاسات العالم. الجماهير المصاحبه طبعا الخماسي الحديث مش لعبه شعبيه زي كره القدم او الباسكت او كده فهتبقى اغلبهم هم اولياء امور واهالي اللاعبين واللاعبات والمهتمين بلعبه الخماسي في مصر. طيب لو هتكلم عن لعبتنا يا فندم يعني ازاي استعدوا لهذه البطوله وهل عندنا يعني خلينا نقول خطة توقعات احنا حاطينها لحصد ميداليات بعينها؟ احنا مصر من سنة 2017 في لعبة الخماسي الحديث مفيش بطولة عالم على أي مستوى كبار ناشئين شباب إلا ما مصر بتقف على منصة التتويج على الأقل مرة واحدة سواء في مسابقة الرجال أو السيدات أو الزوج المختلط. فده احنا متعودين عليه إن شاء الله ده ما يتغيرش في سنة 23 ونواصل هذه الإنجازات. مصر من اقوى ثلاث اربع دول حاليا في العالم في لعبه الخماسي الحديث وزي ما انتم شفتوا كان اخرهم اولمبياد طوكيو لما احرز بطلنا احمد اسامه الجندي الميداليه الفضيه الذهبيه كان من نصيب انجلترا والبرونزيه كان من نصيب كوريا. كل القارات مشاركه في بطوله كاس العالم المنافسه طبعا قويه انما احنا عندنا تحديدا ست اولاد واربع بنات بيتنافسوا بقوه داخليا عندنا لحظ المكانين الموجودين للمشاركه في اولمبياد طوكيو على مستوى الرجال وعلى مستوى السيدات. انا هقول اسمائهم بسرعه. عندنا البطل احمد اسامه الجندي، عندنا اخوه الاصغر محمد الجندي، عندنا معتز وائل افضل لاعب للشباب في العالم السنه الماضيه، عندنا احمد اشرف، عندنا مهند طارق، وعندنا اسلام حامد. دول الست سينيورز زي ما بنقول اللي بيتنافسوا على البطوله. عندنا في البنات هايدي عادل، سلمى ايمن، اميره انديل، وملك خالد. المنافسه او الوصول للنهائيات محصور في الست ولاد دول والاربع بنات دول. اما باقي المشاركات لباقي اللاعبين زي ما قلنا فهي احتكاك قوي جدا هيفيدهم في مراحلهم السنيه المختلفه. طيب ازاي هتكون شكل التصفيات والمنافسات في هذه البطوله علشان نضمن تاهل لاعيبه المنتخب المصري لاولمبياد باريس 2024؟ زي ما حضرتك قلت الخماسي طبعا لعبه يعني من مكونه من خمس العاب السلاح والسباحه والرمايه والجري والفروسيه. بيبدا بالتصفيات، تصفيات البنات ثم تصفيات الولاد ثم بيعدي افضل 36 لاعب و36 لاعبه الى مرحله السيمي فاينل. بيقسموا الى مجموعتين 18 و18 بيلعبوا الخمس العاب مره اخرى ثم مرحله النهائي بيبقى 18 لاعب 18 لاعبه فقط يتنافسوا على المراكز من الاول لل 18. الوصول للاولمبياد بيعدي بمراحل كتير منها مراحل كاس العالم اللي هي بتبدا من مصر ثم عندنا نهائي كاس العالم، عندنا بطوله العالم للكبار، ثم عندنا كمان حصد النقاط في البطولات دي عشان السته الاوائل على الرانك العالمي بيؤهلوا تاهيل مباشر. في شهر 9 القادم ممكن هتستضيف البطوله القاريه المؤهله ولاول مره هذه البطوله القاريه المؤهله هتبقى مؤهله لقاره افريقيا واوشيان. اوشيانا اللي هي قاره استراليا ونيوزيلندا وهكذا، الاول على اوشيانا وعلى افريقيا. استاذ شريف حضرتك معانا؟ مع حضرتك. طيب استاذ شريف خلينا برضو نعرف من حضرتك هل في اهتمام او في خطه عشان نخلي شباب مصر وبنات مصر يعني عندهم معرفه اكتر عن لعبه الخماسي او رياضه الخماسي حديد زي ما حضرتك تحدثت بتضم خمس رياضات وخمس رياضات يعني الحقيقه مهمين جدا ومش سهلين ابدا، فهل في خطه محطوطه عشان نقدر نشجع الشباب اكتر والبنات اكتر ان هم يحترفوا هذه الرياضه او ان هم يلعبوا هذه الرياضه؟
طبعا في خطه طموحه عملها الاتحاد المصري للخماسي الحديث لنشر اللعبه في اماكن يعني مصر ومحافظات مصر. عملنا بروتوكول مع شركه السادات التي تملك نوادي رياضيه في جميع محافظات مصر لنشر اللعبه بطريقه الليزر ران، هي مجرد لعبتين كبدايه جري ورمايه ليزر، وكمان نشرها بنظام البايسل والتراكل اللي هو جري ورمايه او جري وسباحه، اسف، او جري وسباحه ورمايه، وده في مراحل الناشئين تحت 8 و10 و12 و14 وهكذا في جميع محافظات مصر متواجده. عملنا كادر كبير قوي للمدربين ودورات للمدربين على مستوى الاتحاد الدولي والاتحاد المصري عشان يبقى عندنا عدد كافي يقدر يدرب ويعمل لنا قاعده كويسه للخماسي الحديث. صحيح، وده كلام مهم جدا. الناس كلها عايزه تلعب كوره، لكن اللي عايز يلعب ويلاقي فرصه حقيقيه في رياضه ثانيه وهو في محافظه من المحافظات البعيده عن العاصمه، نصيحتك ليه يعمل ايه يا فندم؟ نصيحتي انه يتوجه الى احد مشاريع شركه السادات، هيلاقي الخماسي الحديث متواجد فيها ويبدا فورا في مزاوله هذه الرياضه، واذا كان فعلا عنده الموهبه المدرب على طول هيوجهه الى اقرب نادي بيلعب في هذه المنطقه، او لو ما كانش فيه هيلعب باسم السادات نفسها. أيوة. ويقدر يشارك في النشاط المحلي عندنا، ولو وصل مستواه لمستوى كويس ان شاء الله يوصل لمنتخب مصر، وساعتها احنا هنتولاه في كل شيء من تدريب من تغذيه من لايف كوتش من كل حاجه الحقيقه، نتولى المنتخبات المختلفه بالكامل الى ان يصل للرصاص التنفيذي ان شاء الله. ان شاء الله. هايل، طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وكل تمنياتنا طبعا لمنتخبنا الوطني ان شاء الله بالفوز، واكيد يعني زي ما مصر هي عودتنا متاكدين من انه هذه الفعاليه وهذه البطوله هتخرج في افضل شكل ممكن. صحيح، من الحاله الرياضيه لمصر ننتقل للحاله الغنائيه او الحاله الفنيه او الحاله الرمضانيه. سهل جدا يا جمال انك تعمل اغنيه على موقع يوتيوب تنزلها، لكن صعب جدا ان هي تجيب 2 مليون مشاهده في اقل من 24 ساعه، ده رقم اعتقد ان هو ريكورد، يعني اعتقد ان هو انجاز كبير. ده بالفعل اللي حصل، في اقل من 24 ساعه وصلت الأغنية الدعائية لمسلسل الكبير في موسمه السابع اللي غناها وأخرجها النجم الكبير أحمد مكي، وصلت لأكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الأغنية انتشرت بشكل كبير جدا على كافة منصات السوشيال ميديا، تفاعل معاها الجمهور وحققت نجاح غير طبيعي، وده طبعا بيأكد لنا أن في نوع من أنواع الانتظار أو الناس مستنية بشوق كبير جدا مكي هيعمل إيه. وبجانب الانتظار الحقيقه مصطفى، يعني مكي كالعاده بيخرج بره الصندوق وبيقدم خلطه غنائيه مختلفه، خلطه استخدم فيها زي ما هو دايما معودنا ليه بصمه في الاداء وفي الاخراج، وانت بتشوف وبتسمع الاغنيه هتلاقي تكنيكس وتقنيات متطوره في صناعه الكليب، هتلاقي مكي بيراب او بيقدم الاغنيه بطريقه الراب بشكل مختلف، هتلاقي رساله واضحه لنجاح المسلسل قبل عرضه. خلينا نقرب اكتر من الاغنيه ونحللها مع ضيفنا الموجود معانا عبر زوم الناقد الموسيقي محمد شميس. صباح الخير على حضرتك، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليكم، اخباركم ايه؟ الحمد لله. طيب يعني في البدايه خليني اسالك على كليب مكي، ازاي شفت الاغنيه وازاي شفت الاغنيه دي كونها كدعايه للكبير سبعه، بصمه مكي برضو كمان في الكليب وطريقه الراب بتاعه مكي، يعني كلمنا كده عن رؤيتك للاغنيه او الكليب. هو زي ما حضرتك قلتي الطبيعي ان قبل المسلسلات ما بتنزل بالتحديد في شهر رمضان بنشوف اعلانات معموله كدعايه للمسلسلات عباره عن برموهات صغيره ما بتعداش الدقيقه ونص او دقيقتين. لكن احمد مكي السنه دي قرر ان هو بقى المختلف اكتر واحد عن باقي المسلسلات، وان هو يعمل اغنيه عن المسلسل كنوع من انواع الدعايه، خصوصا ان احنا المسلسل ده احنا بنتكلم عن الموسم السابع فهو مرتبط معانا بذكريات كبيره جدا، بنتكلم على 7 سنين يعني كان موجود فيهم المسلسل، غير طبعا السنوات اللي كان توقف فيها يعني. واجمل حاجه في احمد مكي ان هو اللي بيخرج اعماله لنفسه خصوصا في الكليبات، فده بيأكد على الهويه البصريه اللي موجوده دايما في الاغاني اللي بيقدمها خصوصا اغاني الراب يعني. وفي عوامل دايما مشتركه يعني، هو
يعني صعب جدا ان يكون عندنا فنان عنده مشروع غنائي حقيقي. ايوه ميكي عنده الموضوع ده ودايما موجود في كل اغنيه من اغانيه. يعني مثلا على سبيل المثال الاغنيه الاخيره بتاعت بلعانه كان بيغني معاها المطربه الشعبيه هدى السنباطي، هي برضو اللي كانت معاه في وقفه مصر زمان، فهي من ادوات من ادوات مشروعه الغنائي اللي بتقدم معاه الكورس مثلا بتاع الاغنيه. عنده برضو في الاغاني بتاعته قيم واضحه او ادوات واضحه بيحاول يعبر عنها، أو مش ادوات، اساليب بيحاول يعبر عنها. أيوة. دايما اغانيه لازم يبقى فيها الجزء التوعوي او الهادف. فكان عامل قبل كده اغنيه بيتكلم فيها اسمه قطر الحياه، كان بيتكلم فيها عن خطوره شرب المخدرات. صحيح. فالاغنيه دي برضو كانت الاستاذه هدى السنباطي كانت بتغني وبتقول دونت سموك ويد، يعني ما تشربش، ده نوع برضو من انواع المخدرات منتشر ما بين يعني ابتدى يبقى موجود في مصر بشكل كبير. فميكي برضو بيحاول يقدم يعني توعويه للشباب اللي بيسمعوه، خصوصا ان احنا بنتكلم على موسيقى الراب، هي من اكتر الاغاني اللي بيسمعها الجيل المراهقين يعني. صحيح. فدول اللي ممكن يكونوا بيتاثروا بالعوامل السلبيه دي. فلما ميكي بيجي يعمل ده في اغانيه وهو اللي يكون بيكاتب وهو اللي بيلحن وهو اللي بيخرج في الموضوع، فبنلاقي دايما العناصر اللي بيرتكز عليها مشروع الغنائي واضحه في اكتر من اغنيه، وبتحس ان المواضيع كلها هي هدف واحد يعني. قلت لي ان عن ميكي عنده مشروع غنائي وهو ان هو يعيد موسيقى الراب مره اخرى، وزي ما حضرتك قلت كده هو عنده بالفعل اللي يقوله، يعني عنده رساله. ترجم ده ازاي في الكبير سبعة او في الـ 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 الاغنيه بتاعته من خلال المؤثرات البصريه اللي اتكلمنا عليها، من خلال استخدامه النوستالجيا، جايب سعيد صالح، جايب شويه اشكال قديمه. صحيح. يعني التقنيات اللي استخدمها كانت عامله ازاي؟ صحيح. بص يا استاذ مصطفى، هو دلوقتي الراب احنا بنتكلم على اغنيه من اول لاخر هي بتبقى الراب ده اصله امريكي، واحنا بنحاول نعمل له اعاده تمصير، يعني بنحاول نقدمه في مصر بشكل مصري يعني. فميكي اكتر واحد عنده المفهوم ده، ان هو قادر فعلا يقدم الراب كانه نابع من ثقافتنا وهويتنا المصريه. حضرتك كنت بتتكلم على المؤثرات البصريه اللي اشتغل فيها زي ما كان طلع استاذ سعيد صالح، هو بيتكلم عن الاصاله دايما وعلى جذوره هو وانتمائه للواقع الجغرافي والثقافي اللي هو خارج منه، وبيضرب بيه الامثله، مش زي مغنيين الراب التانيين اللي دايما بيضربوا امثله. غسان مطر جابه قبل كده. ايوه بالظبط. وكان في الكليب مثلا بتاع وقفه مصر زمان لما حب يضرب مثل الجرافيتي اللي كان مرسوم على شاب رياضي او بطل رياضي، كان حاطط هدود اللي هو احمد زكي، دول من افلامه لما كان بطل ملاكمه. صحيح. فنفس الكلام في سعيد صالح، وبيقول ان هو الضحكه بتاعته احسن من جون كاري، فهو بيضرب مثال بالموضوع ده. كمان هو ظهر في اول كليب خالص راكب حصان يعني لونه اسود واسمه الادهم، وده برضه بيعيدنا للحصان بتاع عنتره بن شداد اللي هو كان وصفه من اوصافه وكان اسمه الادهم برضه. وكان لابس جاكيت كان عليه الصوره من الرسومات يعني اللي مرتبطه بالسيره الهلاليه، ودي حاجات برضو مرتبطه بثقافتنا. كان بيتكلم برضو الادوات، لو احنا بنتكلم المكان والزمان اللي بيدور فيه المسلسل في منطقه من مناطق الصعيد، فدايما شايفين الادوات الموجوده البصريه، اللبس، الحيوانات، الطيور، دي كلها من الادوات البصريه اللي دايما بيشتغل بيها احمد مكي، خصوصا هو اللي بيخرج، هو مخرج الكليب يعني، علشان خاطر الموضوع يبقى متناسق مع المشروع اللي هو بيقدمه سواء في المسلسل او في الاغاني الراب اللي هو بيقدمها عبر مشواره الفني يعني. هي تفاصيل كتير جدا زي ما حضرتك كنت بتتكلم عليها، لكن كمان في يعني في الكليب واحنا بنسمع ميكي بيراب او بيغني بسرعه جدا، يعني لو صعب ان حد يقدر حتى يجمع الكلمات بسهوله، اعتقد لازم تسمعها مره واثنين وثلاثه، ما احتجتش اصلا السبتايتلز او ان انت تحتاج تقرا الكلام مع الاغنيه. شايف دي يعني طريقه من ميكي او اسلوب ميكي عشان الناس مثلا تقدر تتفرج على الكليب اكتر من مره، ولا شايفها ازاي؟ شايفها مقصوده او مش مقصوده؟ يعني شايفها ازاي؟ لا هي طبعا مقصوده، بس هي ليها اسباب، اتصور ان هي دي الاسباب من وجهه نظري يعني. ميكي دايما مشروعه الغنائي في الراب كان بيغني بفلو، يعني بطريقه اداء اهدى بكتير جدا. صحيح. بحيث ان هو بيبقى الناس كلها تقدر تستمتع بيه. لكن في اخر حوالي 5 سنين ظهرت موضه جديده في الراب او موسيقى التراب في مصر، فبقى في جيل جديد من الشباب والمراهقين عندهم نجومهم اللي بيغنوا
بفلو سريع. فميكي بيحاول يقول ان انا برضو مش الفنان المنعزل، وان انا لا اقدر اغني بالشكل اللي بيقدمه الشباب، بس الشباب بيتكلموا مثلا في حاجه اسمها المامبل راب، اللي هو بيغني باسلوب الغمغمه، او ان هو المغني ما بيغنيش بالباور الكامل بتاع صوته يعني. فميكي محافظ على الاسلوب بتاعه، ان هو برضو بيتكلم على شخصيه عمده، فبنتكلم عن راجل حاكم مدينه، فبيغني من منطلق سيطره ومن منطلق قوه، فلازم يبقى صوته فيه السيطره دي والباور الكامل، بس في نفس الوقت هو يقدر يغني بسرعه كبيره جدا. وهو حاول يعبر عن ده طبعا كمخرج، عامل برضو رؤيه بصريه متمشيه مع الموضوع ده في الجزء اللي هو كان بيغني فيه بالفلوس السريع اللي حضرتك تقصديه. شفناه والقطر، يعني هو بيركب فوق القطر والقطر بيجري، فهو يعني سابق القطر من كتر سرعه كلامه، فهو موضوع كمان مش مجرد فلو خلاص، احنا بنتكلم عن رؤيه بصريه بيعبر عنها في الكليب. يعني لما بيجي يغني بسرعه كان بنشوفه راكب فوق القطر، فهو بالسرعه بتاعته اسبق من القطر. وفيها تحدي للشباب اللي يغنوا راب بالموجه الجديده، ان هو يقدر برضو يقدم الحاجات اللي هم بيقدموها، ويقدر يمزج موسيقى التراب مع الاكورديون اللي بيلعب بالطريقه الشعبيه، والكوله بتلعب بالشكل اللي فيه الشرقي والكلام ده، ان هو يقدر يقدم راب فيه الادوات بتاعتهم بس برضو بالهويه المصريه المفهوم المصري بتاعه. طب يعني القاعده بتقول يا استاذ شميس ان الاغراق في المحليه يوصل للعالميه، يعني كل ما تبقى محلي جدا وتجيب مجتمعك من جوه العالم هيشوفك. ميكي بيلعب على ايه؟ ممكن عايز يوصل للعالميه ازاي، وخصوصا لما نشوف ان هو بيعمل الكبير في لعبه الحبار، او بيعمل امريكان فوتبول ويحط وجبه كده ما بين حاجه محليه صحيح جدا وحاجه عالميه جدا، هو عايز يوصل لايه؟ الله اعلم. بص انا ما اقدرش احط نفسي مكانه هو عايز يوصل لايه، بس انا اقدر اقول لحضرتك ان هو زي ما حضرتك كنت بتاكد فكره ان الفنان لازم يكون بيعبر عن الواقع الجغرافي والثقافي اللي هو خارج منه. طبعا. فحتى لو انا عايز استخدم اي حاجه، المزيكا في الاول والاخر مزيكا هي لغه عالميه، يعني مش هنخترع حاجات جديده فيها، بس انا اقدر اقدم الموجود اللي خارج من هويتي ومن ثقافتي ومن الهم الوطني اللي انا عايز اعبر عنه، او الفن اللي انا عايز اعبر عنه. واحمد مكي بيعمل ده، بيعمله بشكل بصري، بيحاول يعمله بشكل، يعني حتى الرقصات اللي شفناها في اغنيه ولعانه، انا فاكر اول كليب ليه اللي هو كان نازل، اللي هو كان جدعان طيبين في فيلم اتش دبور، كان عامله برضه كليب منفصل، كان فيه برضه الرقصات اللي بنشوف ستات مصريات بزي الشعب المصري بيرقصوا على موسيقى الراب بشكل مختلف، عكس برضه ما المغنيين المصريين ما بييجوا يقدموا الراب بيحاولوا ان هم يقلدوا الغرب قوي، يحاكوا الواقع الامريكي. رقصات حتى وفي استخدامه، هو بيعمل راب مصري، عايز تقول كده بيعمل راب مصري حتى في استخدامه، حتى للتوصيفات، يعني بيقول من جاب يعني كذا نوع من انواع القهوه اللي كانت طالعه موضه، ويقول لك انا الشاي العصاري هو المفضل بالنسبه لي. استخدامه للحيوانات المرتبطه بالثقافه الشعبيه بتاعها، بنتكلم على حصان العربي، الخيل، الاسد، المرتبط برضو بالسيره الهلاليه اللي عندنا. فهو دايما مرتبط بالحاجات. قبل كده كان عامل في الكبير التتر بتاعه، كان صوت الحمار كان جزء من ادوات التوزيع الموسيقي، وكان حقيقي. كان واخد برضو العربي فرحان الدبيس، كان واخد جزء من الاغنيه بتاعته اول ما كتب القلم، وكان مستخدمه برضو كجزء من التعبير الموسيقي في التوزيع، بحيث ان هو لما نيجي نسمع ان ندخل جوه المود ان الموضوع ده جاي فعلا خارج من الصعيد، وان هو متجدر لدرجه ان احنا المداح الصعيدي او المنشد الصعيدي احنا واخدين جزء منه وبنقدمه كجزء من موسيقى الراب. فميكي شاطر جدا في الموضوع ده، وبيعجبني الفنان الصراحه لما بيجي يقدم عمل يبقى مذاكر فعلا كويس، ويبقى عارف حدود المكان والزمان والواقع الثقافي والجغرافي، ويعرف يعبر عنه بالشكل اللي يخدم المشروع ككل يعني. صحيح. طبعا دي حقيقه، يعني زي ما انت اتكلمت الحقيقه، يمكن استاذ محمد، احمد مكي من الفنانين اللي بياخد باله من ادق التفاصيل واصغرها، يمكن كمان من الفنانين القليلين اللي قدر ان هو يمثل، واحيانا كمان بيكتب اغانيه وبيخرج لنفسه، ويمكن على مدار سنين كتير جدا في ناس لما بتقع، او في فنانين لما بتجرب او بتخوض التجربه دي بتقع، لكن مكي الحقيقه عكس المعادله دي. طبعا بشكرك جزيل الشكر الناقد الموسيقي محمد شميس، تورتنا في صباح الخير يا مصر. على اي حال خلينا نروح لفصل قصير ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر.
رجعنا لكم من جديد وهنتكلم بقى بشكل مكثف قوي عن دراما رمضان، لكن خلينا نروح دلوقتي لمشاركات حضراتكم الاول على سؤال حلقتنا النهارده، واحكي لنا عن مسلسلك الرمضاني المفضل. في الاستاذ عبد العظيم بيقول صباح الخير على حضراتكم وعلى كل مصر، ارابيسك ومسلسل ارابيسك مسلسل من قلب الشارع المصري بجد. طبعا ارابيسك عظيم. عبير محمد صباح الخير عليكم، اجمل المسلسلات ليالي الحلميه، عصفور النار، الضوء الشارد وغيرهم كتير. يعني بشكل عام تعليقات حضراتكم في جزء منها متعلقه بالفوازير وبكار، وكمان لو هنتكلم في المسلسلات في السنين الاخيره الاختيار كمان الكبير، مسلسلات بقى قديمه جدا كنا لسه بنتكلم عليها. لكن دلوقتي خلينا نتكلم عن الوجبه الدراميه المتميزه اللي هنشوفها في رمضان 2023. موضوعات متنوعه، خلاص بشايرها هلت وظهرت من خلال البروموز والبوسترات الدعائيه على السوشيال ميديا، كمان التفاصيل المشوقه عن قصه واحداث كل عمل هنشوفه على شاشه التلفزيون خلال شهر رمضان المبارك. هنشوف حواديت وحكايات هتتناول قضايا ورسائل مجتمعية مهمة جدا، زي ما احنا دايما متعودين نتكلم في 33 عمل يا مصطفى. صحيح، وبقول زي ما قلت يعني في البداية، حصلت طفرة في الدراما الرمضانية من كام سنة كده، كان رمضان بالنسبة لنا عادي، مرة واحدة لقينا رمضان بقى عالمي، الدراما الرمضانية في مصر بقت عظيمة عبر عدد كبير من المسلسلات. لكن رمضان الجاي ده أعتقد أنه هيبقى أكثر اختلافا وأكثر تميزا، يعني لسه متكلمين على أحمد مكي الكبير في الموسم السابع، الجميع ينتظروا 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة الأغنية بتاعته، فده طبعا مؤشر مهم جدا. عندنا مسلسل الصفارة للفنان الجميل أحمد أمين، عندنا قصص وتضحيات الجنود المصريين، هنشوفه أيضا في مسلسل الكتيبة 101، هنشوف تجسيد تاريخ الحي الشعبي المصري في مسلسل سوق الكانتو الأمير كرارة، وهنتعرف على حكايات اجتماعية مختلفة هيقدمها لنا أيضا طارق لطفي في مسلسل مذكرات زوج. خلينا نعمل قراءة مبدئية عن قائمة مسلسلات رمضان، ماذا سيحمل رمضان في موسمه الدرامي الجديد. الناقدة الفنية الأستاذة دعاء حلمي منورانا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر، هتحلل وهتقرأ وهتستشرف ما سيحدث في الدراما الرمضانية. صباح الخير يا أستاذ دعاء. صباح الفل، يا رب يكون كده إن شاء الله بإذن الله موسم رمضاني غني ومكثف. يعني خلينا نبدا معاك بسؤال الحلقه، احكي لنا عن مسلسلك الرمضاني المفضل، ابرز مسلسل زمان كنت بتتفرج عليه ايه؟ هو اكيد ليالي الحلميه كلنا، رأفت الهجان كلنا، بس الحقيقه التعليق اللي قال عصفور النار الحقيقه اختيار مميز جدا، لان مسلسل نادرا ما بيعرض ومسلسل مؤثر بشكل كبير للي اتفرج عليه. الحقيقه انه كان مسلسل حقيقي متكامل، بس عندنا مسلسلات كتير حقيقي شهد والدموع من اقوى المسلسلات اللي حصلت في الدراما المصريه. فلا احنا عندنا كده في تراثنا في كده علامات بارزه، نور الشريف ومن محبين نور الشريف دي قالت كل نور الشريف، يحيى الفخراني، ناس كتير قوي الحقيقه، محمود عبد العزيز طبعًا. يعني الحقيقه محافظ الالقاب، لا احنا عندنا تراث درامي جيد جدا يعني. طيب خليني ابدا معاكي بقى في القائمه اللي تم اعلانها عن مسلسلات رمضان. زي ما كنت بتكلم في البدايه 33 مسلسل، قصص مختلفة ما بين تراجيدي، أكشن، تاريخ، كوميدي، يعني في كده توليفة لطيفة جدا. كلمينا بقى عن القائمة دي وشايفاها ازاي؟ هي فكرة التنوع زي ما حضرتك قلتي، فكرة الفرايتي، فكرة ان انت ما فيش حد في أفراد الأسرة المصرية مش هيلاقي اهتمامه. يعني حتى الأول كنا بنقعد نقول فين المسلسل التاريخي؟ طب فين المسلسل الديني؟ طب فين مسلسل الأطفال؟ لا السنة دي احنا عندنا مسلسل اطفال هو يحيى كنوز، عندنا كمان مسلسل دنيا سمير غانم ممكن يتصنف شويه فكره ان هو اطفال، عندنا تاريخي سيره الامام او رساله الامام الشافعي اللي هو خالد النبوي. الحقيقه ان احنا عندنا الحمد لله بقينا بنحاول ان احنا نرضي كل الاذواق فعلا. الكوميدي كمان موجود، الاجتماعي موجود، العسكري زي ما حضرتك تفضلت، الكتيبه 101، لا عندنا السنه دي كل الأذواق موجودة بشكل جيد. صحيح في نجوم مستمر غيابهم أو مش موجودين اللي كنا متعودين عليهم، النجم الكبير طبعا زي عادل إمام، يحيى الفخراني، في نجوم مختفية شوية أو مش موجودة السنة دي، بس كفاية إن احنا فكرة إن بقى في دراما، عندنا دراما عرضية، ما فيش البطل الواحد، ما فيش النجم الأوحد، لا هتلاحظي كل الأفيشات أو نقدر نقول بوسترز بتاعت المسلسلات كلها تحس ان هي بالعرض وكلهم اسامي كبيره.
فاعتقد ان احنا مقبلين على موسم قادر على المنافسه. الكتيبه 101 ماذا سيحمل في طياته وكيف سيختلف عن الاختيار باجزاء المختلفه؟ لسه ما فيش اخبار كتير عنه، بدليل ان هو لسه ما نزلش البرومو بتاعه. اكيد بيبقى هيبقى الانباء مفاجأة. عنده اكيد عندك الانباء بقى عنه. يعني في عمرو يوسف طبعا وفي اسر ياسين، التركيبه كلها اظن ان هي لطيفه جدا، بس حقيقي ما فيش تفاصيل كتير عنه لان الاخراج مش بيتر ميمي، التاليف مش باهر دويدار، فاحنا عايزين، لا انا عن نفسي متشوقه جدا اعرف الكتيبه 101 هيبقى ايه ملامحه، هنروح لبطولات داخليه ولا بطولات الجيش، طب انهي فتره زمنيه بالظبط؟ لا واضح انه جيش، هو البوستر جيش. يعني لسه هنشوف، بس الواحد متفائل بيه جدا لان التوليفه نفسها غريبه، ما شفناش عمرو يوسف مع اسر ياسين قبل كده، فاظن ان هو هيبقى جاذب العين يعني. طيب نروح للكبير الجزء السابع، 7 أجزاء من مسلسل واحد برضو، يعني ده مجهود كبير قوي. في يعني كم يعني في جزء او جزئين كده في النص شويه كان رتمهم اقل من باقي الاجزاء، لكن في عوده قويه جدا لمكي من الجزء اللي فات، اعتقد لازم يبني عليها الجزء ده، لازم يكون في اضافه الجزء ده. شايفه التوليفه او متوقعه ايه الجديد اللي مكي ممكن يقدمه في الجزء ده؟ يا رب يعني نحاول ان احنا نبقى الحكايه مش قايمه قوي على الارتجال. السنه اللي فاتت الارتجال نفعنا بشكل كبير، التلقائيه كانت لطيفه جدا، المواقف مختلفه، فكره ان يروح لمسلسل سكواد جيم ونعيدها تاني لان سكواد جيم كان حقق نجاح كبير، ففكرة المحاكاة ده صحيح ان هو قاعد فيه عدد حلقات اكبر من المفروض يقعد فيه، بس المرة دي يا رب نكون رايحين لمواضيع اكثر حوكمة يعني محكومة اكتر من فكرة ان احنا نرتجل وخلاص. السنة اللي فاتت ده نفعنا لان كمان الوجوه كانت بالنسبة لنا جديدة وكلنا كان الكبير وحشنا، بس التحدي المرة دي اكبر بكتير، فيا رب يقدر يحافظ على المستوى ويقدر ان هو يبقى يحصل ابجريد في الموضوع او يحصل تطور بشكل كبير. فلا الكبير انا حاطه ايدي على قلبي خايفه منه، يعني قلقانه يعني زي ما هو هتقولي هيبقى حلو قوي قوي فعلا بالظبط، وده اللي احنا متوقعينه. لكن يعني زي ما حضرتك قلتي لو تمت الاعتناء او خدنا بالنا من النقط دي اعتقد هيبقى فعلا انجح من كمان من الموسم اللي فات او من السيزون اللي فات. نتعشم ذلك يعني، لان السنه اللي فاتت زي ما بقول لك الحلقه الاولى كانت كاتشي جدا، ان ابنه كان، طب الابن ده جه منين؟ طب عايزين نتفرج على مربوحه، طب مين جايه بدل دنيا سمير غانم؟ طب ايه اللي هيحصل؟ الحاجات دي كلها صبت في صالح المسلسل. طب السنه دي بقى هو ده التحدي وهي دي علامات الاستفهام. اختبار كبير لمكي، واعتقد يا رب يعني ايه يكون اعتقد هيكون قدها اكيد. او بس اهم حاجه ان هو يعني يغرق زي ما بيقولوا كده في المحليه، يعني ما يخشش في التيم الغربيه قوي زي الامريكان فوتبول او لعبه الحبار او كده، ويخلي لنا النماذج المصريه اللي هي اللي الشخصيات اللي بيضحك عليها طبازة وفزاع واللي بنشوفهم في القريه المصريه باشكال مختلفه. لا والمشكله كمان ايه، ان انت بتبقى ساعات الكلام الانجليش كتير جدا. ايوه فساعات الاسره المصريه بقى العاديه الطبيعيه الطبقه المتوسطه ما بيفهموش هو قصده ايه. أيوة. لانه بيبقى بيعتمد على افلام اجنبي، بيعتمد على انك شايف الحكايه او صح. انك متابع، فده بيفقد شويه فكره عمل سكيري المتابعه. عمل سكري عمل له مش عارف محاكاه عمل فهي كانت المشكله في كده يعني. ايوه صحيح. طب خليني اسالك على تاريخ الحي الشعبي وجمله استوقفتني شويه، امير كرارة هيعمل ايه؟ يعني ايه تجسيد تاريخ الحي الشعبي؟ الحي الشعبي تاريخه ايه في مصر؟ وامير كرارة هيقدم ايه؟ هي الاحداث بتدور ما بين عشرينات واربعينات القرن الماضي، يعني فكره الفتوات والاحتلال الانجليزي، بس شكلها بغلاف رومانسي. في رومانس كده عندنا لاين لطيف جدا مع مي عز الدين، في عندنا بنشوف صوره مختلفه، حسين المنباوي المخرج متميز جدا في المنطقه دي الحقيقه، يعني انا يعني ببقى حريصه يا رب ما يخرجش من المنطقه دي لان ما بنصدق اما نلاقي مخرج ليه بصمه. فحسين المنباوي اعتقد ان هو هيقدم صوره طليق يعني، وده باين حتى من البرومو. الحكايه كلها تحس ان هي جديده على عين المصريين، فده في حد ذاته شيء. ده مسلسل سوق الكانتو. سوق الكانتو وانا يعني انا في انتظاره جدا، لان فكره ان فتحي عبد الوهاب وامير كرارة ومي عز الدين التوليفه دي لا الواحد عايز يشوفها، وكمان لان هاني سرحان كتب قبل كده الفتوه، اعتقد ان هو هاني سرحان اللي كاتب، فسوق الكانتو متحمسه له بشكل كبير، وبالذات ما رحناش لمنطقه خصبه وما تناولناهاش كتير في الدراما يعني بالشكل ده كمان بالظبط. طيب نروح بقى ليسرى ومسلسل الف حمد لله على السلامه. اعتقد ان هي حابه تروح الكوميدي تاني، يعني جربت ده السنه اللي فاتت وجاب الاقبال بتاعه.
بعدت شويه عن فكره السسبنس الاجتماعي اللي كنا بنشوفه في الفتره اللي فاتت، فكره خيانه الاسره او الاخوات او مشاكل الميراث او التفاصيل دي رحنا لها بعدنا عنها تماما. السنه اللي فاتت كان الموضوع بسيط جدا، المره دي كمان ست جايه من بره بقى لها كتير ما جاتش، عايزه تبيع بيت جوزها او بيت اللي هو توفى، فالفكره لطيفه. هنشوف بقى الكوميديا، وهي واضح انها متفائله بشيماء سيف، بيعملوا جو لطيف صحيح مع بعض، فاعتقد ان هو ممكن يقدموا فعلا حاجه كوميديه، مش هنقول كوميدي قوي، لا هنقول لايت كوميدي بشكل اجتماعي من خلال المفارقات بتاعه ولادها. اظن ان هي هتروح برضو او جمهورها بدا يروح معاها، لان جمهور يسرى جمهور قطاع كبير بيحبوا الفنانه يسرى، فهي حاجزه مكانها، يعني هي نصيبها في التورته ونصيبها في البورصه بيبقى يعني خلاص القطاع العريض بتاعها. بالنسبه لها رمضان او دراما رمضان مرتبطه بيسرى، ده حقيقي متعودين كل سنه يعني في مسلسل يسرى. وهي يعني في الاول كان الناس قلقانه ان هي تنزل 15 حلقه بس، بس بعد كده قالوا لا 30، فلا يسرى محتفظه بنصيبها في بورصه رمضان زي ما بنقول يعني. صحيح، ناس كتير قالت ياسر جلال هيعمل ايه بعد الدور اللي عمله في الاختيار؟ عندنا مسلسل علاقه مشروعه هيطلع فيه ياسر جلال في قصه ليها علاقه بالدراما الرومانسيه، حابين نتعرف على الدور الجديد لياسر جلال. انا قلقانه منه جدا، لان ياسر جلال بقاله فتره طويله جدا، هو لما رجع تاني يعني من سنه 2017 تحديدا، ما قبل 2017 الدنيا ما كانتش مظبوطه قوي مع ياسر جلال، وكنا مفتقدينه وهو ما كانش لاقي نفسه. بعد كده لما ظهر عندنا في اكتر من مسلسل، زر الرئيس، رحيم، اكتر من مسلسل، لمسه اكتاف، كان في اكتر من مسلسل حقق فيهم نجاح، وطبعا كان قمتهم يعني كان مسلسل الاختيار بالدور الرائع اللي هو عمله. المرة دي هو رايح اجتماعي، فأنا مش عارفة يعني خايفة يتظلم في وسط زحمة رمضان، لأن نادرا الاجتماعي ما بيبقى له نصيب قوي في رمضان، دايما بتلاقي الأكشن، السسبنس، الجرايم، القتل، الكوميدي، يعني لازم تبقى حاجة فارصة قوي أو قوية عشان تلفت نظر المشاهد. خايفة من المسلسل بتاع ياسر جلال، خايفة من المسلسل بتاع طارق لطفي مذكرات زوج، لأن احنا رايحين في إيقاع اجتماعي أليق شوية. مش خايفة من مسلسل يسر؟ لا، لانه ضامن جمهور يسرى، وفي نفس الوقت ان هو لايت كوميدي فهيخطف العين بشكل كبير. لكن ان اتنين بتوع اكشن يروحوا الاجتماعي، مش عارفه ايه الاخبار، بالذات ان ياسر جلال كمان ما غيرش اللوك، يعني اللوك بتاع السسبنس او الاكشن الدقن هل ده هيليق معانا في موضوع في اجتماعيات وفي بشكل غير ياسر جلال خالص؟ فقلقانه بصراحه على الاتنين دول جدا يعني. طيب احمد امين لما شفناه في جزيره غمام رمضان اللي فات كان سايب بصمه قويه قوي. صحيح. ويعني خلينا نقول ان احمد امين طبعا ليه اعمال تانية من قبل جزيره غمام، لكن تحديدا المسلسل ده مختلف وفرق معاه جدا. شايفه احمد امين والصفاره ومسلسل كوميدي وفانتازيا ورجع تاني للكوميديا مره تانية، توقعاتك ايه المسلسل؟ احمد امين انا شايفه ان هو جوكر شاطر موهوب، اصل اللي يكتب سكريبت يقدر يعمل اي حاجه، هو شاطر في منطقه كتابه السكريبت ومنطقه الارتجال اللي متذكره كويس، مش ارتجال وخلاص. صحيح. ده نتيجه السوشيال ميديا ونتيجه شغله كبير في اكتر من حاجه على البرامج التلفزيون. ففكره احمد امين انا بحب كتابته كمان، او بحب فكره الكوميديا بتاعته، كوميديا بتعتمد على تشغيل الدماغ مش كوميديا افيهات وخلاص، عشان كده بيخطف العين وبيخطف القلب. ولما راح لمنطقه مختلفه في جزيره غمام يعني اكد مقوله ان الفنان الكوميديان يقدر يعمل تراجيدي بشكل كبير. صحيح. جدا زي عبد المنعم مدبولي الله يرحمه، كان دايما الناس كلها تقول لا يعمل ازاي تراجيدي، بس شفناه كان بيعمل تراجيدي مرعب. فاحمد بدير لا، الحقيقه ان فؤاد المهندس اما حد بيبقى كوميديان بجد مش مجرد نجحت معاه بالصدفه، بيبقى ممثل قدير. فاحمد امين انا شايفاه على طريق ان هو يبقى ممثل قدير قوي بزياده، مختلف. ومسلسل السفاره كمان هي صحيح فكرته عن فيلم اجنبي، بس الفكره حلوه، و15 حلقه انا كان نفسي يبقوا 30، لان انا من جمهور احمد امين جدا يعني. فلا انا متفائله جدا جدا بالمسلسل ده ومنتظراه بشكل كبير، واظن ان الاطفال والتينيجرز والشباب اللي بيحب احمد امين كمان مستنيين. احمد امين قدر يكسب ثقه جمهور كبير جدا يعني، حقيقي. حتى اللي ما اتفرجش بس بقى واثق في احمد امين. صحيح. حقيقي. فلا انا مستنيه المسلسل ده جدا جدا يعني. فنان فعلا عظيم. طيب من زمان وما شفناش مسلسل ديني قوي.
من ايام قطاع الانتاج في الاذاعه والتلفزيون لما كان بيعمل المسلسلات الدينيه القويه يعني لا اله الا الله وعمر بن عبد العزيز ولا هذه السلاسل. النهارده عندنا رساله الامام بيتكلم على الامام الشافعي بيعملها يعني ممثل عظيم وعالمي اللي هو خالد النبوي. هيقدم ايه؟ جمهوره موجود في رمضان كده كده هو حاجز حصه يعني. وخالد النبوي نضج فنيا بشكل كبير بعد ما اشتغل في هوليوود واشتغل في السينما العالميه. ازاي هنقدر نقدم رساله مختلفه في مسلسل ديني؟ اتعشم ان احنا نناقش قضايا الدينيه بشكل حقيقي مش مجرد بس من على الغلاف. ايوه. ومش بالشكل التقليدي ومش بالشكل المستهلك. اظن العين كلها عين الجمهور كله وعيد النقاد هتروح للمسلسل ده تحديدا. ايوه انا معاكي في ده. عشان احنا فكره التعطش زي ما حضرتك قلت، طب هنقدمه بشكل عصري، طب ازاي؟ طيب هيبقى فيه اخطاء ولا لا؟ لابس ساعه، طب انت عارف بقى جمهور السوشيال ميديا بقى يا جماعه خدوا بالكم ده كان لابس كذا، ده كان عامل كذا، هيبقى السبوت عليه قوي جدا. خالد النبوي فنان بجد في المنطقه دي تحديدا، احنا شفناه في ممالك النار تحديدا كان محقق نجاح وصدى كبير جدا، وكان عندي غيره فنيه على ان فنان زي ده احنا ما نستغلوش في المنطقه دي تحديدا، منطقه ركوب الخيل ومنطقه اللغه العربيه ومنطقه الشكل التاريخي. فالمره دي برضو اظن المسلسل ده هيتم تقييمه ورصده من قبل كثيرين. أيه. رجال الدين هيترصدوا له، الناس بتوع السوشيال ميديا، النقاد. فالحقيقه انه اختبار صعب الخزنه. وكمان هما دخلوا تصوير شويه متاخر وشويه كان في مشاكل في الورق او السيناريو، استبدال اكتر من كاتب، فيا رب ان هو يعدي باذن الله بالنجاح اللائق عشان يشجع بقيه المنتجين على انه نروح للمنطقه دي لانها فعلا منطقه فاضيه تماما بقالنا سنين. صحيح. لو اعتقد خالد النبوي من الفنانين كمان اللي لا يعني بيركز وبياخد باله كويس قوي من التفاصيل. ده اخيرا منى زكي وتحت الوصايه. البرومو كان مشجع جدا، بالذات ان محمد شاكر خضير المخرج دايما كان بيروح للحاجات اللي هي كلاسي قوي. يعني تحسي مسلسلات ومسلسلات صفوه شويه. طريقي، لا تطفئ الشمس، جراند اوتيل، ما كناش بننزل الشوارع وننزل الحواري وننزل نصور في اماكن لوكيشنز طبيعيه، فده تحدي مبدئيا لمحمد شاكر خضير وانا اعتقد ان هو قد التحدي ده. منى زكي بعد لعبه نيوتن احنا كنا شخصيه هنا البنت المصريه اللي عندها مشكلاتها الخاصه سواء نفسيه او اجتماعيه، هنا بنشوف حنان او البنت المصريه برضو بمشكلاتها بتحديات فكره الميراث ومراته وجوزها وفكره انها تشتغل صياده في دمياط او على مركب صيد، منطقه خصبه وجديده وما رحنا لهاش خالص قبل كده، فالتحديات اظن هتبقى كبيره قوي. منى زكي عندي ثقه فيها اكيد، عندي ثقه في ان هو فكره 15 حلقه بس ده برضو تحدي وبتضربي الضربه بسيطه وسهله وهتؤدي الى هدفها. فلا المسلسل انا شايفه ان هو منتظره بشكل كبير يعني، وبالذات ان هو بطوله مطلقه يعني منى زكي ما فيش جنبها حد. يعني شفناها في مسلسلات تانية كان معها محمد ممدوح، معها فراج، مع حد يعني دور تاني معاها، بس في النهايه تحدي صعب طبعا دويتو، لكن المره دي هي لوحدها تماما. عندها شويه ادوار. صحيح. بس في جانب الشر هي بقى ايه بقى يعني هو ده، وبالذات بعض ردود الافعال السخيفه اللي حصلت نتيجه البوستر. صحيح. بس انا شايفه ان دي كلها تفاصيل صغيره وبتعدي يعني. طب على سواء اللي انت بتقوليه او على سواء المسلسلات الدينيه، نتكلم في رسائل الامام، الامام الشافعي، خالد النبوي، او على مستوى المسلسلات الوطنيه عندنا الكتيبه 101، المسلسلات الكوميديه عندنا الكبير في موسمه السابع، عندنا وجبه دراميه دسمه. انت قلت 33 مسلسل؟ صحيح. 33 مسلسل في شهر رمضان، انتظروا موسم رمضاني ساخن للغايه، اتكلمت عنه بالتفصيل الناقده الفنيه الاستاذه دعاء حلمي ونورتنا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر، نورتينا يا فندم. شكرا جزيلا. تسلمي، الف شكر. طيب مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، ان شاء الله صباح الخير يا مصر يكون مع حضراتكم بكره بنفس الميعاد. صباح الخير عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر.